الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة، احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء المرضى. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخسر. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. احنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. العمر أحد أهم أسباب الإصابة بدوالي الساقين. الأوردة الدموية بتفقد مرونتها وبتتمدد وبتتسع مع التقدم في العمر، وده بيضعف صمامات الأوردة ويخلي الدم يتجمع في الوريد ويتدفق بعكس الاتجاه. البروفيسور الألماني إبراهارد رابا أرجع سبب الإصابة بدوالي الساقين لأسباب وراثية وبلوغ المرحلة العمرية، وأضاف أن زيادة الوزن وقلة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والجلوس والوقوف لفترات طويلة وطبعاً ارتفاع ضغط الدم ضمن العوامل المؤدية للشعور بمتاعب دوالي الساقين. أهلاً بيكم. دوالي الساقين واحدة من الأمراض المنتشرة جداً. طيب، بتتعالج في وقتها؟ كتير من الحالات بتتأخر في التعامل مع دوالي الساقين. من أكتر الحالات المرضية اللي بنشوف الدوالي يعني توحشت وانتشرت وزادت ووصلت إلى شكل غريب، لدرجة أن أعتقد أنه في صور في مصر عند دكاترة كتير من مختلف التخصصات عندهم صور لدوالي مش موجودة في أي حتة في العالم. ليه؟ لأنه العيان المصري بيترك الدوالي تتوغل تتغول تتوحش بشكل غير عادي، تخوف ربما، لكن ظهرت تقنيات مميزة للغاية في الفترة الماضية خاصة بالأشعة التداخلية تحديدا تتعامل مع الدوالي بنسبة أمان عالية جدا، وده أعطى ثقة كبيرة جدا في إمكانية التعامل مع هذه الحالات المرضية. مفيش داعي يا جماعة أن أنا ألاقي حالات دوالي متروكة، لأنه مضاعفات الدوالي أحيانا تكون مخيفة جدا جدا. يترك الدوالي أو تترك الدوالي وأنا أستيقظ في ذات يوم على جلطة، كارثة. تعالوا نتوغل في هذا المجال ونفهمه بالتفصيل مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة ورائد القدير العلمي أشعة التداخلية الذي يبدع دائما في حواره، الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو جمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. الرائد القدير أهلا بك. أهلا دكتور. أي الدوالي من الحالات المرضية اللي بنشوفها صحيح فيها تأخر في اتخاذ القرار أن أروح لدكتور غريب،
وتضييع للوقت بقى في مرهم موجود في الصيدلية عند صاحبي، أو في مرهم أجيبه من شاشة التلفزيون، الحقيقة القناة المرض مش عارف ده إيه؟ من يعني من الأسف من الأمراض اللي عليها يعني زي ما بنقول إيه أبيوز لحاجات كتيرة جدا ومعلومات مغلوطة وإهمال. فالحقيقة لا يعني هي محتاجين إن إحنا نبص أكتر ونشوف أكتر، ويمكن ده أنا قصدنا إن إحنا نجيب أسئلة الناس عشان يعني نلقي الضوء على الحتة دي. عندي كم من الأسئلة من صفحاتك من دفتر أحوال المركز، لكن هبدأ بسؤال. دي من الحلقات المحببة إلى قلبي. أنا بسعد جدا لأنه السؤال الأولاني كمان كوميدي. 35 سنة كويس، عندها دوال في الساقين ابتدت تظهر من سنتين، زادت مع الحمل والولادة. شوف السؤال بقى، هل استعجل في علاجها دلوقتي ولا ممكن استنى شوية؟ أنا كان عندي لسه من يومين دكتور أيمن مريضة بتجسد السؤال ده بالظبط. مريضة جات لي من سنة في العيادة، سنة يعني، هي حتى طلعت التاريخ اللي كانت عندي، كشفت عليها وقلت لها أنت محتاجة علاج للدوالي دي بالطريقة الفلانية، مشت. هي بتحكي لي جت بعد سنة وقلت لها إن لو ما عالجتهاش هيحصل كذا وكذا وكذا، جات لي بعد سنة تقول لي الكذا وكذا دول حصلوا فأنا عايز أعالجها. طب وليه؟ أشعة تداخلية الدوالي، دوالي الساقين ده مرض ديناميكي بيتطور. الفكرة إيه يا دكتور أيمن؟ إن هي المريضة بتلاقي إن في شوية أوردة بسيطة ابتدت تبان، تقول لك يعني ديش حاجة يعني تجميلية وأنا مش مهتمة بالمنظر الجمالي. لا، مرض الدوالي ده مرض ديناميكي بيتطور، يبتدي بأوردة ظهر على الجلد وبعدين يخش بعد كده في مراحل وأطوار اللي بنسميها زي ما حضرتك فضلت دي مضاعفات الدوالي. نلاقي بعد كده بدل الأوردة الرجل ابتدت تتورم، الأوردة ابتدت تزيد، لون الجلد يتغير، شكل الجلد أو حيوية الأنسجة تبتدي تتغير، وتنتهي إلى الحاجة الخطيرة جدا اللي هي القرحة الوريدية. فإذا مرض دوالي الساقين ده مرض علاجه ليس رفاهية، علاجه وجوبي في المراحل الأولى وعند اكتشاف الدوالي عشان ما نوصلش للأعراض أو مش الأعراض بقى، المضاعفات التي لا يحمد عقباها. فطبعا لا إجابة، لا تتحرك فورا فورا. هل استعجل؟ يا سلام استعجلي. أيوة دي المريضة اللي بحكي لحياتك عليها دي، هي شافت بقى الكلام ده وجات لي بعد سنة. يعني حتى أنا قلت لها يعني طب خدي معاد بقى الأسبوع ده، قالت لا ده أنا عايزة بكرة. طب أكمل أول السؤال الجاي ده بقى، سؤال لطيف أو أوله عيان بعد بيقول انا عندي دوالي متقدمه، انا ما اعرفش هو صنفها ازاي ان هي متقدمه لوحده كده، وبيسال طب انا عايز اتعالج بالاشعه التداخليه بس اشرحوا لي التقنيه بتتم ازاي. هو متقدمه، هو بالنسبه للمريض متقدمه بالنسبه له حجم الاورده والزمن بقى يعني حجم يعني هي بقى لها فتره وبتكبر الاورده، لان هي الفكره ان كل ما يعدي الوقت كل ما الوريد يتسع اكتر. ثم بعد الاتساع يبتدي الاتساع ده يبتدي يتعرج، عشان من هنا اسم الدوالي المتدلية. فتبتدي يزيد شكلها على الجلد وتبتدي المضاعفات، فهي متقدمة من الشكل. احنا ببساطة زمان كان علاج الدوالي استئصال الأوردة، طبعا الأوردة دي بتحصل لان في صمامات زي ما قلنا مرارا وتكرارا في الوريد بيحصل لها مشكلة، تبتدي الوريد ده يتمدد وما يرجعش الدم بصورة كافية. كنا بس بنعالج زمان العلاج كان باستئصال الأوردة، دلوقتي لا، احنا عندنا حاجة اسمها الكي بالليزر. لو شفنا كان في فيديو انيميشن دلوقتي بيوري يعني ايه فكرة الكي. احنا بنخش بإبرة هو، لو احنا شايفين نبص على الفيديو ده اللي جاي ده مجس الموجات الصوتية، بنخش تحت الموجات الصوتية في الوريد اللي هو فيه المشكلة وفيه الصمامات البازل اللي هي الدوالي، بأسطرة اسمها أسطرة الليزر، أسطرة رفيعة جدا قطرها 2 ملي، هي داخلة جوه الوريد اللي هو لونه أزرق ده، وبنطلق شعاع الليزر. شعاع الليزر بيكوي هذا الوريد فيبتدي هذا الوريد يتقلص تماما زي ما هنشوف دلوقتي أهو. الوريد اللي منتفخ وقطره كبير يبتدي بعد الكي بالليزر، الشعاع الأحمر ده يبتدي يلغي هذا الوريد،
ده دون فتحات جراحية، يعني كأننا استأصلناه بس من غير جراحة، وده يمكن المنظر على الطبيعة وإحنا شغالين أو إحنا بنخش زي ما هنشوف. النقطة الحمراء ده شعاع الليزر داخلين في الوريد من حاجة صغيرة جدا تحت الموجات الصوتية، وبيمشي شعاع الليزر ده للقسطرة لحد ما نوصل لأعلى الوريد عند أعلى الفخذ ونكوي. الكلام ده بياخد يعني 10 دقايق ربع ساعة. فده إزاي بيتم؟ لأن برضو إحنا التقنية لو الناس يعني كان في ذهنها العملية وإزاي الكيب الليزر، طب هنكوي من بره، طب هنعمل إيه زي ما إحنا شايفين قدامنا. عنده 30 سنة بدأت تظهر أوردة منتفخة في رجل الشمال تحت الركبة. هو بيسأل على العلاج بالليزر أو كيب الليزر ومقارنة بينه وبين إجراء جراحي زي عملية. الجراحة طبعاً هو كان زمان الجراحين بيفتح بيشيل الوريد ويستأصله تماماً، الوريد المتمدد ده احنا زي ما احنا شفنا. بنخش بقسطرة الليزر نكوي الوريد احنا عندنا في المرض الدوالي ده مرض الأوردة السطحية، يعني زي طالما في أوردة سطحية يبقى في أوردة عميقة. الأوردة العميقة دي اللي هي عميقة وسطحية نسبة إلى الجلد، العميقة دي اللي هي بعيدة عن الجلد دي اللي هي متصلة بالرئة، لكن الدوالي بتحصل في الأوردة السطحية. احنا عندنا وريدين سطحيين كبار جدا موجودين، واحد في مقدمة الساق من أعلى الفخذ لحد واصل لتحت لحد القدم، والتاني من خلف الركبة من الركبة كده لحد تحت. دول هم الوريدين الرئيسيين، ويأتي منهم تفرعات. اللي من تحت الركبة لتحت ده بيبقى الوريد اللي هو الشورت سافنس اللي هو الصغير ده، ممكن بنعمل له كي بالليزر. والأوردة الفرعية المتفرعة من الوريد الكبير ده احنا ممكن بدل بنعمل لها حاجة اسمها حقن مادة رغوية برضو تحت الموجات الصوتية. يبقى بنكوي الوريد الكبير، والأوردة الصغيرة اللي هي تحت الركبة دي بنكويها بنحقنها بالمادة الرغوية تحت الموجات الصوتية، كل ده من غير أي فتحات جراحية. 40 سنة بقى بيشتغل في مجال البترول في حقل البترول وعنده 2 أسبوع أجازة. واضح إن سؤاله بيدور حول هل الإجراء يعني سيكون في حدود الأسبوعين دول ولا يقدر يرجع شغل ولا إيه؟ هو أصل مرتبط بذهن الناس دكتور أيمن إن دي عملية في الرجل، فأنا مش هقدر أتحرك. لا إحنا الحقيقة بعد إحنا طبعا بنعمل الكي في المركز عندنا، بيجي المريض الصبح بيعمل الكي في خلال ساعة. ده المنظر ده بيبين الأوردة عندنا بتبقى مختلفة الأحجام، ممكن كبيرة وممكن صغيرة لحد الشعيرات الدموية. بيعمل الكي في خلال ساعة، بيرتاح معنا في المركز لمدة ساعة، بيلبس شراب الدوالي لمدة 3 أيام متصلين، ثم لمدة 2 أسبوع يلبسوا الصبح ويقلعوا بالليل. الفكرة ان احنا بعد ما بنكوي او بنحقن المادة الرغوية بنبقى عايزين نضغط التو وولز او الجدار الوريد على بعضه، بس ده لا يمنع ان المريض بيتحرك او مش لا يمنع، احنا بنخلي المريض وبنحسه على الحركة من بعد الاجراء تماما، بنقول له على طول اتفضل وامشي اتحرك انزل الشغل بكرة الصبح. فالمريض ده عايز يسأل عن فترة النقاهة، احنا عندنا في علاج الدوالي بالأشعة التداخلية او بالليزر او بالحقن ما عندناش فترات نقاهة، بيلبس الشراب لفترة مؤقتة وهو على طول بنخليه يمشي ويمارس نشاطه من اول يوم، ما عندناش اي فترات نقاهة، فده مناسب جدا يقدر يسافر يقدر يتحرك ما عنديش مشكلة. ست عندها 42 سنة عندها شعيرات دموية مضايقاها شكليا، زي ما قلنا دلوقتي احنا الدوالي إما تكون أوردة ذات أحجام كبيرة أو بنقول عليه الترانكل بين الوريد الكبير اللي هو الشورت والجريت سافنس اللي هم الوريدين الكبار. دايماً بشبه الدوالي دكتور أيمن حتى للمرضى إن دي عاملة الدوالي دي عاملة زي الشجرة، الشجرة اللي هي اللي ليها جذع الكبير والجذع ده متفرع منه فروع ثم الفروع تبقى أصغر فأصغر ثم الأوراق. جذع الشجرة ده الوريد الكبير اللي احنا بنكويه بالليزر، الأوردة أو الفرعية أو الأوردة المتفرعة من الوريد ده اللي هي فروع الشجر. إحنا الوريد الكبير بنكوي بالليزر، الفروع بنحقنها بالمادة الرغوية، ويأتي السؤال هنا الشعيرات الدموية دي اللي هي الورق اللي هي الحاجة اللي على الجلد برضو بنحقنها بإبر معينة بمادة رغوية
ذات تخفيف معين، او هنا يمكن شايفين اهو دي الشبكه العنكبوتيه، بنقول عليها الاورده العنكبوتيه، بنحقنها. وساعات بنستخدم اجهزه معينه لتوضيح الاورده، الفين فيورز وحاجات زي كده، لان بيبقى فيه وريد مغذي هذه الشبكه، بيتحقن بطريقه معينه تحت بالماده الرغويه، ودي طبعا قولا واحدا بتتعالج بالاشعه التداخليه. السؤال القادم عن الاثر في الجلد، تخوف ست من الاثر في الجلد. هو زي هو طبعا ده، لان الدوايل نسبه كبيره ستات، احنا ما عندناش في الاشعه التداخليه ما عندناش فتحات جراحيه، وخاصه في الدوالي. هنا هو المنظر اهو، بص حضرتك قسطره الليزر بتدخل من فتحه يعني ملي، احنا ما بنفتحش يعني، ده هي بتبقى شكه ابره زي ما احنا شايفين اهو، ما عندناش فتحات تماما تماما، ما فيش اي فتحات جراحيه. السؤال القادم عن حاله مرضيه شهيره لكن ما حدش بيعرفها كويس قوي، يعني ما حدش بيفهمها، متلازمه الحوض المحتقن. ده سؤال مهم وفن جدا وفن يا دكتور. ساعات تيجي السيدات تشتكي من الدوالي، وبتشتكي كمان شكوى معها، تقول انا عندي الدوالي دي ممتده الى اعلى الفخذ، او عند الاعضاء التناسليه، او عند الحوض. لما ابتدي نسمع الشكوى دي، لا، الموضوع ما بقاش دوالي في الساقين بس، ده بقى دوالي داخل الحوض، وهذه الدوالي اللي هي داخل الحوض وحوالين المبيض وحوالين الرحم، بقى فيه اتصال ما بينها وبين الدوالي او الاورده اللي موجوده في الساقين. طب المريضه دي انا هعالجها، هقفل الدوالي او دوالي الساقين واسيب دوالي الحوض، الشهر اللي بعديها على طول الدوالي اللي موجوده في الحوض هترجع تملى الدوالي تاني وتفتح تاني. ودي يمكن عشان كده دكتور ايمن، هو يمكن عمليه الدوالي يعني عمليه ليها سمعه مش كويس، يعني دايما تسمع من المرضى يقول لك انا مش هعمل الدوالي، ودي يمكن برضو من اسباب تاخر المرضى في العلاج، ان يقول لك انا هعالج ما هي ترجع تاني، كان ليها سمعه يعني مش لا. فده احد اسباب الارتجاع، ان يكون مش بس دوالي الساقين، يكون في دوالي في الحوض وحوالين المبيض وحوالين الرحم. طب نعمل ايه هنا؟ طبعا احنا بنكتشف الكلام ده ازاي؟ بنكشف على المريضه كويس جدا بالموجات الصوتيه الملونه او الدوبلر، عشان نشوف ان في اورده متمدده في الحوض ونتاكد منها بالدوبلر، وفي بعض الاحيان نعمل كمان رنين مغناطيسي على الاورده اللي في الحوض دي عشان نتاكد اكتر ونعرف مكانهم ازاي. ولو تاكدنا طبعا مش هنعالج اورده الساقين الا في المرحله الثانيه بعد علاج اورده، نقفل من فوق الاورده اللي هي بتغذي او متصله باورده الساقين. بنعملها ازاي؟ زي نفس فكره يعني دوالي الخصيه عند الرجال، بنخش من الوريد الفخذ او الوريد اللي هنا، الوريد الرقبه، بالقسطره رفيعه جدا تحت جهاز القسطره اللي هو جهاز الاشعه، ننزل تحت جهاز الاشعه بالقسطره دي من غير اي فتحات داخل الاورده المتمدده دي، وبنقفلها بمواد معينه وملفات حلزونيه علشان نقفل الاورده دي تماما. يمكن هو المنظر ده هنا، ده هنا هو الحوض، وده الرحم والمبيض، الحاجات الحمراء دي الدوالي اهي. هي الدوالي حوالين الاورده المتمدده دي. دي الدوالي اللي هي لو تلاحظ حضرتك نازل منها حاجات لتحت اهو للرجل، لازم نقفل دي تماما. بنخش من الوريد بتاع الساق او بتاع الرقبه عشان نقفلها تماما قبل ما نعالج الدوالي الساقين. السؤال القادم سؤال يعني بيهم ستات جدا، أو ست عندها دوالي بقى لها فترة تسببت لها في غمقان في لون الجلد، هي بتسأل بعد العلاج سيعود الجلد لحالته الطبيعية قبلها؟ ده التطور الطبيعي للدوالي يا دكتور. يعني هي الدوالي تبتدي دوالي، ثم تبتدي الأوردة الرجل تتورم وخاصة في نهاية اليوم، ثم تبتدي الدم ما بيرجعش كويس لأنه متراكم في الأوردة، تفقد الأنسجة حيويتها ويطلع جزء من الدم تحت الجلد، يتغير لون الجلد للون البني، ويبتدي الجلد يبقى اسمك، كل دي المضاعفات. طيب خطوه نمره واحد ان احنا نمنع الدوالي، ان احنا عالجنا الدوالي، ابتدت الدوره الدمويه الوريديه ترجع لطبيعتها والدم يرجع من الانسجه كويس، تبتدي بعد الخطوه نمره واحد اللي هو علاج الدوالي، تبتدي الانسجه تجدد نفسها وتجدد حيويتها وينتج عنها المنظر الجميل اللي احنا شايفينه على الشاشه ده. لو تبص حضرتك احنا على
اقصى شمال الشاشه دي، بص حضرتك الرجل دي، بص الاورده شكلها ازاي واللون الغامق والمنظر يعني المخيف ده. الكلام ده بعد شهرين بالظبط، يعني رجل تانية خالص، يعني اللون بدا يرجع لطبيعته. فطبعا لا يعني قولا واحدا بعد علاج الدوالي، وندي فرصه الانسجه بتدي تجدد نفسها بعد ما الدوره الدمويه الوريديه رجعت الى طبيعتها. السؤال القادم ده سؤال في 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 عقول كثير من الناس حول كل الامراض، يعني دايما يسالوا يقولوا ايه هي الحاله دي ممكن ترجع تاني بعد ما نتعامل لها تدخلات؟ ده زي ما بقول لحضرتك زي في الغده الدرقيه ما قلناه، وهنا في الدوالي احنا عندنا في كل تقنيه من تقنيات الاشعه التداخليه سؤال كلاسيكي زي كلاسيكيات السينما المصريه. ريكارنس مش بس على يعني فكره في كل الاشعه التداخليه، في اي اجراء الورم الليف اللي هنشيله هيرجع تاني؟ صحيح، ده في النساء وفي الاشعه. يعني عندنا في الغده الدرقيه هي الميه البيضاء هي بترجع تاني بتتعالج بترجع تاني ولا ده في كل الطب؟ يعني انا دايما الدوالي دايما المريض او المريضه يعني اكتر انا ما طب انت ما بتعالجيهاش ليه؟ اصل قالوا لي هترجع تاني. اسمع عمليه الـ يعني عمليه الدوالي دي انا بقول لحضرتك يعني كانت عمليه سيئه السمعه شويه، ما اعرفش ليه. احنا الحقيقه الكونسبت ده يا دكتور ايمن اتغير تماما بالاشعه. ليه بالاشعه التداخليه؟ برضو خلي بال حضرتك دايما المقوله دي او الاعتقاد ده بيبقى او الموروث ده ليه اصل. الاصل ايه؟ ان في اسباب بتؤدي الى ارتجاع الدوالي، اهم هذه الاسباب وجود اورده غير ظاهره للعين المجرده بتوصل للوريد اللي كان مكون الدوالي ده، فبعد ما تقفله يبتدي يجي له قناه تاني توصل له الدم. من ضمن هذه القنوات ومن ضمن هذه الاسباب حاجه على سبيل المثال مهمه جدا اسمها البرفوريتورز او الاورده المخترقه، زي ما قلنا في نوعين من الاورده، الاورده السطحيه والأوردة العميقة. وما بين الأوردة السطحية لأن شبكة الأوردة في الجسم كله موصلة ببعض، ما بين الأوردة السطحية للساق والأوردة العميقة هناك أوردة اسمها الأوردة المخترقة اللي بتخترق الأنسجة عشان توصل الدم من الأوردة السطحية للأوردة العميقة. وفي هذه الأوردة المخترقة صمامات بتسمح بمرور الدم من الوريد السطحي إلى الوريد العميق وليس العكس. لو باظ الصمام ده زي ما باظ في الوريد الرئيسي هيحصل ايه؟ هيرجع الدم من الوريد العميق الى الوريد السطحي، فبعد ما اقفل الوريد السطحي يبقى فيه حتة تاني بترجع الدم. ده من احد اسباب رجوع الدوالي. طب احنا بنعمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف كده احنا قبل ما بنعالج العيان بنعمل له زي ما يقال عليه مابينج او خريطة، زي ما انا برسم الاوردة فين ومكان الأوردة المخترقة فين وعددهم قد إيه هما موجودين فين وبعلم عليهم علشان نقفل كل المنافذ تحت النظر وتحت الموجات الصوتية اللي بتؤدي إلى رجوع الدوالي. إذن العلاج بالأشعة التداخلية مع المابنج الدقيق جدا ومع الفحص الدقيق بيخلي نسبة ارتجاع الدوالي مع الأشعة التداخلية يكاد يكون ضئيل جدا جدا. يعني احنا شعارنا دايما في الاشعه ده بنقول الوريد اللي بيجي لك منه الريح سد كل المنافذ بتوصله الى ارتجاع الدوالي. المحطه قبل الاخير ولكنها في السيكل بتاع المرض تعتبر من المحطات المزعجه جدا جدا. حاله 50 سنه وصلت لمرحله قرحه وريديه. دي بتبقى حاجه مؤلمه جدا جدا يا دكتور ايمن. لما بشوف انا يعني العينين دول يعني ببقى زعلان جدا جدا، لان الحقيقه في امراض في حاجات احنا ما نقدرش نتفاداها وده بيبقى قدر الله، وفي امراض وفي حاجات زي دي او امراض نتيجه إهمال. اهمال ايا كان يعني. فده المنظر اللي ما بنحبش نشوفه. علاج القرحه ده يعني اللي بيحصل ايه؟ بيجي لي المريض او المريضه يقول لي انا عندي القرحه دي او زي المنظر اللي باين قدامنا ده، وباخد مضاد حيوي وبغير عليها بتلتئ وترجع تاني. لو خد يعني مليون مضاد حيوي ولو غير عليها 5000 مرة هتلتئ مؤقتا وترجع. ليه؟ سبب دي اسمها قرحة وريدية، دي نتيجة مشكلة في الدورة الدموية الوريدية، وغالبا أو مش غالبا دائما أبدا بيبقى جنب دي حتة تريكي وحتة فنية جدا،
جنب القرحة الوريدية دي وريد من الأوردة المخترقة يكون كبير جدا، وهو السبب في تكوين هذه الدم بيرجع ما بيمشيش كويس في المنطقة دي، عمر ما يحصل هيلينج للأنسجة الذاتية تبقى كلها مؤقتة، لازم تتعالج بالأشعة التداخلية ونخش بالوريد في الوريد ده رؤية العين ونعالجه كويس جدا جدا جدا، لو اتعالج على طول بتصرف فورا القرحة. السؤال الأخير، محطة الأخيرة، المتابعة، لأنه تخوف المرضى اللي بيعانوا من دوالي من أنه يرجع المرض مرة أخرى، عشان كده المتابعة ليها قيمة كبيرة. لا، إحنا المريض عندنا بيبقى تحت عينينا على طول، يعني دايماً المتابعة عندنا، إحنا بعد العلاج بالدوالي بالليزر أو الحقن بشوفه على طول بعديها بشهر، أكد أنه كل حاجة تمام، وفي بعض الأحيان لو عايز حاجة مكملة بنكملها، لو ما كانش ممكن هنا بقى ده المنظر ده قدامنا. الحاجة النتيجة بتبقى مذهلة، يعني بص حضرتك على الحالات اللي قدامنا، بص الأوردة وصلت لحجم إيه، والمنظر على اليمين، موجودة على اليمين قبل غير موجودة عندنا، لا عندنا يا باشا موجودة ايوه بقول غير موجودة يعني في اوروبا ما حدش بيسيب رجله كده، لا لا خالص ده اليمين دايما ده الوريد اللي قبل العلاج بالأشعة الداخلية والكي والحق، وعلى الشمال بعديها، فبنشوفه بعد شهر نتأكد تمام، وبنشوفه بصفة دورية نتأكد ان كل الأوردة كويسة، ونبص طبعا ما بنبصش بعينينا بس، احنا بنبص بالموجات الصوتية والدوبلر الملون، فلا المريض بيبقى تحت عينينا والنتائج بتبقى مذهلة الحقيقة. انا بشوف حالات تترك نفسها عندها دوالي الحقيقة فترات طويلة، بشوف كتيرة جدا. هو الأصل الاعتقاد السائد دكتور أيمن ان كان يعني ده حاجة تجميلية انا مش مضايقاني، لا، علاج الدوالي ليس رفاهية، علاج الدوالي ليس رفاهية، ليس رفاهية، هذه الجملة التي سنختم بها، علاج الدوالي ليس بهدف تجميلي في المقام الأول، في المقام الأول احنا بنعالج شيء حصل فيه خلل مهم جدا في شيء في سيستم أو نظام اسمه الجهاز الدوري. الجهاز الدوري عندما يبدأ في الخلل الدوالي قد تسبب مشاكل في القلب، لأنه الجهاز الدوري صحيح والمشاكل الموضعية كل طبعا المنظومة في الساق دخول وخروج الدم بتبقى غير منتظمة وتعمل زي ما شفنا، مش عايزين نوصل للمضاعفات اللي هي اللي مش لطيفة. نورت وشرفت وأبدعت، ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية الجمعية العربية للأشعة التداخلية والرائد القدير لعالم الأشعة التداخلية، وضح لنا قصة مهمة ودرامية مثيرة جدا في المجتمع العربي والشرقي والمصري تحديدا، وهي الدوالي، هذا المرض القديم الحديث الذي يعاني منه تقريبا كل بيت في المجتمع، وللأسف دائما يعامل بإهمال، إلا القلة القليلة اللي بيتحركوا في البروبر تايم في الوقت المناسب، لكن نسبة كبيرة جدا تتأخر. عموما أن تقدم وأن تقوم بالخطوة العلاجية متأخرا أفضل من أن لا تقوم بها إلا عندما تحدث مشاكل كارثية وعنيفة، وإحنا النهاردة ذكرنا أن الدوالي طريق لا يتوقف، هو قطار سيستمر حتى يصل إلى مضاعفاته، عليك أنت أن توقف هذا القطار، خليكوا دايما معنا سهل. اختيارك الموضوع نفسه بيثير عندي نهم كبير جدا لارتباطه بشغلك، يعني أنا عايز برضو نتكلم يعني إيه كلمة تشخيص الأمراض الوراثية، إيه هو؟ تشخيص الأمراض الوراثية هو عبارة عن أخذ عينة من الجنين في أيام معينة من العمر الجنيني، سواء في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما إلى ذلك اللي هو بعد الإخصاب، ثم تعرضها للفحص الوراثي وبيقول لي عنده مرض معين، هنتكلم بقى عن كل هذه التقنيات بالتفصيل. منظومة التأخر أو التعامل مع التأخر الإيجابي منظومة معقدة للغاية، وهذه المنظومة يصدق فيها قيمة العمل الجماعي. لما النهاردة بنتكلم عن إن المعمل فعلاً هو الجندي المجهول، فعلاً الناس لا تقدر أو لا تعلم
إعلاميا فعلا الناس اتأخرت قوي لما عرفت إن الإتقان وسبب النجاح هو شغل المعمل. أي نعم فعلا في كل المراكز في مصر وخارج مصر الذي يتعرض إلى الزوجين هو الطبيب، هما ما بيشوفوش تعبه وسهره ومثابرته عشان يوصل إلى هذا النجاح. كده طبعا بالتقنية المحكمة اللي حضرتك شفتها ده استحالة يخش أي هواء غير نقي من بره، لأن أنا عندي ضغط عالي جدا جوه الممر دوت أو الطرق الباسج اللي ما بين البابين. البابين لما بتدخل في منطقة بين بره الفضاء، بالنسبة مثلا لرواد الفضاء اللي بيعملوا حاجة يبقى في المنطقة دي، وبعدين بعد كده يقفلوا من بره بالزبط. على نفسهم ويفتحوا التانية نفس الفكرة لجوه. هي نفس الفكرة كبسول، هي كبسول بالظبط. بشكر كل من أثنى على المشروع، لكن بقول إن الكلام ده ليس إجبارا، لكن ده زي ما بنقول top of the range، ده أعلى شيء موجود في مدى شغلنا، ونتمنى إن إحنا نقدم به خدمة متميزة جدا جدا جدا، ونتمنى إن أغلب المعامل يمشي على نفس النهج ويحاولوا يعملوا هذه الكبسولة. في عالم الحقل المجهري إذا صدق التعبير المعمل بالفعل جزء معلوم ومعلوم جدا وبراق. الأستاذ الدكتور محمود الشافعي، دكتوراه أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، زمالة أمراض النساء والتوليد ومساعدة الإنجاب جامعة ستيلنبوش جنوب إفريقيا، زمالة أطفال الأنابيب والحقن المجهري جامعة بورتو البرتغال، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب طب الزقازيق، مؤلف الأطلس العالمي لدراسة البويضات بالمجهر الإلكتروني بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مدير مراكز زينة الحياة للخصوبة وأطفال الأنابيب. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الإخصاب المساعد والحقن المجهري، في عالم الوسائل المساعدة على حدوث الحمل، في عالم متقدم جدا 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 اسمه علاج تأخر الإنجاب. لكن خلينا نبدأ بس في منطقة مهمة جدا من الناحية الطبية. في مجموعات مرضية كتير بتورث عبر ما يسمى بالأوتوزومال ريسيسيف ديس أوردرز أو بالنقل عبر الجسيمات أو الكروموزومات الموجودة في الحمض النووي. فهذه المجموعة المرضية بعضها خطير جدا، وفي مجموعات مرضية، في حالات مرضية بتورث من الأم لأولادها الذكور زي الهيموفيليا. واللي ما يعرفش إيه هو الهيموفيليا، الهيموفيليا ده مرض مخيف جدا جدا فوق ما أنتم متخيلين، وحياة مريض الهيموفيليا بتكون حياة مأساوية بكل المقاييس، لأنه هذا المريض ما عندوش حاجة اسمها فاكتور 8، وده مرض وراثي، فبينزف حياته كلها بينزف، يبدأ مع السيركمسيجن مع الطهارة ينزف، مع أي عملية تتعمل أي مشرط يتدب فيه ينزف، لدرجة أنه بينزف جواه، يعني لو اتخبط في ركبته وهو صغير كده ينزف جوه الركبة، وتبدأ النزيف جوه الركبة يحصل بشكل مستمر وبدون توقف لغاية لما تتلية في الركبة، تلاقي عنده إعاقات في الركبتين، إعاقات في مفاصل الحوض، إعاقات، حياته عبارة عن سلسلة من الإعاقات. صحيح تقدمت الهيموفيليا دلوقتي في علاجاتها، وأساتذة أمراض الدم بدأوا يعني يتكلموا عن أساليب علاجية جيدة جدا، لكن تظل مرض مزعج. مرض ده اسمه الدوشين، ده مرض بقى ابن لذينة، دوشين ميوباثي ده مرض ابن لذينة اللي هو ملوش علاج. ده في نوعين من الميوباثي أو ضمور العضلات، مرض خفيف بسيط يعيش الإنسان بيه ويتجوز ويخلف وتمام التمام، اسمه بيكر مفيش مشكلة خالص، يعني بيعيش حياة طبيعية بس عنده إعاقة. لكن الدوشين مشكلته إنه بيعمل تليف في عضلة القلب وبوظان حاجة اسمها كارديوميوباثي، تبوظ عضلة القلب، الإنسان الشاب يموت وهو سنه 15 16 17 سنة، فشيء مخيف جدا. الأمراض دي بتورث. من هنا جت تقنية مهمة جدا، إن أنا لازم في العائلات اللي الأمراض دي موجودة فيها يفضل ما يسمى بالحقل المجهري. ليه؟ عشان طالما أنا بقول الأم هتولدها أو تورثها لأطفالها الذكور، يبقى بلاش ذكور، بلاش
تقوم تقولي ده بتاع حلال؟ حلال طبعا، لان ربنا وهبنا العلم، وربنا هيوهبنا حاجه مش حلال، وربنا قال احنا في عالم الاسباب والوقايه خير من العلاج، وربنا امرنا بمبدا مهم جدا، درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، ودي مفسده في الجسد. ما هو العيله لما لكن لو حصل ان هم خلفوا ولد كده خلاص هنعيش مع الموقف ونرضى بقضاء ربنا، لكن لو العلم ادانا حاجه لازم نتمسك بيها. وفي حاجات تانية كتير كتير قوي تستدعي ان احنا نلجا الى ما يسمى بهذا الامر، لكن اوعوا تفتكروا ان ده علم سهل، ده علم صعب، وعلم محتاج اعلى انواع التقنيات واعلى انواع العقول في هذا العالم عشان ما تبانش ان المساله سهله. فتعالوا النهارده نتناقش في هذا الامر مع قيمه علميه كبيره ورائد قدير بفتخر بوجوده معنا في الناس الحلوه، ويوم ما بيكون موعد قبوله لدعوتنا ده حاصل ونستنذر هذه الجلسه العلميه الراقيه، بنبقى كلنا انا وفريق عملي كله وكل القائمين على البرنامج في سعاده، لان احنا هنتحاور مع عقليه علميه فذة واسم قدير بنزيد به فخرا وافتخارا بوجوده معنا، الرائد القدير لهذا العلم، علم الحقل المجهري، وطبعا الاخصاب المساعد، القيمه العلميه الكبيره، الاستاذ الدكتور محمود الشافعي، صاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب، وزماله امراض النساء والتوليد ومساعده الانجاب من جامعه ستالينبوش بجنوب افريقيا، زماله اطفال الانابيب والحقل المجهري من جامعه بورتو بالبرتغال، الاستاذ لعلاج تاخر الانجاب واطفال الانابيب بكليه الطب، والمؤلف للاطلس العالمي لدراسات البويضات بالمجهر الالكتروني ببريطانيا، الموجود ببريطانيا والولايات المتحده الامريكيه وطبعا مصر، والمدير لمراكز مجموعه زينه الحياه للخصوبه واطفال الانابيب والحقل المجهري الموجود طبعا معانا النهارده، سعداء بهذه الزياره. اهلا بيك، شرف كبير لينا، ربنا يخليك، وشرف كبير لينا ان انت تخصنا بالظهور، وشرف كبير قبولك دعوتنا واختيارك الموضوع نفسه يثير عندي نهم كبير جدا لارتباطه بشغله. يعني انا عايز برضو نتكلم، يعني ايه كلمه تشخيص الامراض الوراثيه؟ ايه هو؟ أول حاجة أنا بشكرك وبشكر فريق العمل كله، وبعد الكلام الحلو اللي أنت قلته علمي واستضافة والحاجات الحلوة دي، فأنا شايف أنك غطيت الموضوع يعني. ربنا يخليك، لا لا غطيته من ناحية البطنة. طبعا واضح أنك بتتكلم بيه باهتمام وانترست كبير جدا جدا، لأنه عندك جزء من شغلك بيمسه هذا الموضوع. أول حاجة تشخيص الأمراض الوراثية، وعندنا تقنية تانية اللي هي الناس بتطلبها ظاهريا أكثر، اللي هي تحديد جنس الجنين وما إلى ذلك، كل ده بيندرج تحت حاجة واحدة. قبل ما ابتدي أخوض في تفاصيل هذا البحر من المعلومات، عايز أقول بس كلمتين، إن تشخيص الأمراض الوراثية في حد ذاته كجزء من شغلنا في الحقن المجهري بالنسبة لي أنا شخصياً بيعيدني إلى أيام الشباب العلمي. جايز مصطلح غريب شوية. إحنا كباحثين، بلاش أقول كممارسين بس، كل ما بتجيلك حاجة جديدة في العلم بتفرح بيها قوي، ويزيد فرحك جدا لو لقيت لها تطبيق عملي. فأنا يعني عارف بجدول حياتي مع علم أمراض النساء ثم أطفال الأنابيب أول ما طلعت وانبهرت بيها قبل ما اشتغل، ثم ظهور الحقن المجهري اللي هو كان طفرة في عام 92، إنه بيعالج راجل فعلا راجل عنده مشكلة، يا إما سائل منوي قليل، يا إما باخد عينة خاصية لو منعدم أو ما إلى ذلك، ثم ظهر علم التجميد بقى بمراحله وما إلى ذلك. إحنا في هذه الأثناء قد ظهرت أخذ عينات من الجنين في نهاية الثمانينات بالتحديد 89 وثم 91، لكن طبعا لم نكن نرقى في هذه الفترة إن هذا العلم يعمم والناس تبتدي مش بس يدرس تستخدمه. إما ابتدى يبقى جزء من شغلنا الروتيني كل يوم، أنا بالنسبة لي بيسعدني. يعني أنا فاكر بالظبط من أسبوع كنت واقف مع اطباء المعمل واحنا شغالين، فعندنا اكتر من حاله، حاله فيها تشخيص امراض وراثيه وحاله فيها تحديد جنس الجنين، فبقول لهم بالظبط المصطلح ده. علم تشخيص الامراض الوراثيه واخذ العينات من الجنين بيسعدني.
جدا. ليه؟ لأن أرقى شيء في علم الطب نفسه إنك تحس إنك بتخدم المريض. يعني بتعمل عمل روتيني ده حاجة كويسة قوي، لكن بتخدمه وتقدم له خدمة محدش يقدر يعملها غير مجموعة من الأطباء المميزين، دي خدمة كبيرة. بالعكس على حياته كلها. طبعا أنت اللي حضرتك قلته ده بالظبط، أنا لما يبقى عندي تاريخ مرضي لطفل به إعاقة معينة في العيلة وربنا يكرمك وإنك توصل لمرحلة إن هذه الأسرة تخلف طفل سليم، أنا شايف إن ده إنجاز. في آخر الحلقة هذكر حاجة بقى تانية خالص، اللي هي عايز أقول إن هي حالياً بلورت علم تشخيص الأمراض الوراثية، إن إحنا نحصل على طفل يعالج أخوه. هنتكلم عن المواضيع دي كلها في تشخيص الأمراض الوراثية. حلو الجملة دي أوي. طبعاً كنت نبهوا ليها طبعاً، إن إحنا يكون عندنا طفل يساعد في علاج أخوه، بيعالجه بالتحديد. آه، ومحدش يعرف يعالجه غير هذا الطفل اللي هو خالي من هذا المرض لكن عنده شيء يقدر يساعد بيه أخوه. كويس. فأنا مش عايز أحرق الموضوع. لا، لكن بس كلام مشوق جدا. جدا. تشخيص الأمراض الوراثية هو عبارة عن أخذ عينة من الجنين في أيام معينة من العمر الجنيني، سواء في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما إلى ذلك، اللي هو بعد الإخصاب، ثم تعرضها للفحص الوراثي وبيقول لي عنده مرض معين. هنتكلم بقى عن كل هذه التقنيات بالتفصيل. ده هو بيورينا، طبعا ده رسم توضيحي مش حقيقي بالظبط، لكن هو بيوريك بالظبط ان ده جنين عايز هياخد منه عين. فده دايجرام رسم، لكن طبعا في فيديوهات حقيقيه هتورينا بالظبط بناخد، هو بالظبط هو نفس التقنيه بالظبط لكن موجوده على فيديوهات حقيقيه. اخذ عينه من الجنين وفحصها بيطلع معاها في الريبورت او في التقرير، بيطلع معانا اذا كان هذا الجنين ذكر ام انثى. فانا عايز اقول ان تحديد جنس الجنين تعتبر ابسط شيء في دراسه الامراض الوراثيه، لانه اصلا هو جه تبعا لتشخيص الامراض الوراثيه، هم ما ابتدوش تشخيص الامراض الوراثيه بحثا عن جنس معين، لا، زي ما حضرتك تفضلت في الاول، هو اختيار جنس سليم او استبعاد جنس مصاب. نيجي بقى نتكلم عن حته اختيار جنس الجنين او الامراض، تشخيص الامراض الوراثيه. بقول عندي لما بشوف زوجين في اول زياره، زي ما بنقول حاله جديده في المركز، لو الحالة الجديدة اللي جاية عبارة عن تأخر إنجاب عادي، وهنتكلم على المطروحات من تلقيح صناعي أطفال أنابيب أم حقن مجهري أم إلى ذلك، بنقول إن الحالة بتاخد في الكاونسلينج في الاستشارة بعد ما المساعد بيقعد معاها، تقعد مع الاستشاري أو مدير المركز أو ما إلى ذلك حوالي 10 دقايق ربع ساعة. في تشخيص الأمراض الوراثية على الأقل بيتقعد مع الحالة في أول مرة من 30 ل 40 دقيقة، وده حقها يعني عشان تفهم بالظبط هتعمل لها ايه، او انت تقدر توصل لهم المعلومه. ليه؟ لان دائما ابدا في عبارات رنانه في الطب وفي غيره، لكن المريض او زائر العياده ما بيبقاش متفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، فهو متخيل ببساطه شديده جدا مثلا كتحديد جنس الجنين ان حضرتك بتختار حيوان منوي ذكر تحطه في البويضه، او تختار حيوان منوي انثى تحطه في البويضه، ده ما بيحصلش طبعا خالص، لكن كل الناس بتبقى جاية بالمنطلق ده. فبرد عليه ببساطة شديدة جدا، لأن احنا عندنا حاليا إقرار كامل، مش بس عشان المريض يوقع عليه، لا، ده عشان يفهم إيه اللي بيتعمل له في هذه التجربة. فأول شيء بنقول له لا، إن لو الموضوع بهذه البساطة ما كانش حد غلب إن أنا أختار حيوان منوي أنثى أم ذكر أم إلى ذلك، إن طبعا معروف إن احنا عندنا الحيوان المنوي بيمثل ببساطة شديدة جدا إكس وواي، فلو اخترت واحد حامل الواي بقت المولود ذكر، والعكس صحيح لو اخترت أنثى فبقى المولود أنثى، أو الإكس يعني بقى المولود أنثى. الموضوع لو أنا هختار حيوان منوي فقط وأعرف إذا كان إكس أو واي فلازم هيتسبغ، ولو اتسبغ اتسمم أو بقى توكسيك، فبالتالي ما أقدرش أحقنه جوه البويضة. فالتقنية مش كده خالص، التقنية إن إحنا لازم نمر بعملية الحقن المجهري،
ثم تستخرج البويضات، ثم تلقح في أول يوم بالحقن المجهري أو بأطفال أنابيب المعتادة. تاني يوم بيبان الإخصاب حيوان، آسف، خلية أنثوية وخلية ذكرية أو نواة أنثوية ونواة ذكرية، ده بيسميه أول يوم في الإخصاب. تاني يوم الإنقسام اللي هو 4 خلايا وتزيد قليلا، ممكن توصل إلى 6 خلايا. نيجي لتالت يوم، ده أحلى يوم تقدر تتفرج فيه على بداية نمو الجنين وانقسامه، اللي هو من 8 إلى 10 خلايا. عندنا طريقتين لأخذ العينات، أقدر أخذ في اليوم التالت وأقدر أخذ في اليوم الخامس. فعندنا فيديوهات بسيطة كده هنشوفها، عندنا أخذ عينة من الجنين في اليوم التالت بالظبط. بنيجي ده جنين اليوم التالت اللي هو حوالي 8 سل أو 8 خلايا فما أكثر. الفتحات دي عبارة عن فتحات الليزر، وده جهاز دقيق جدا، احنا مكبرين قوي كده. طبعا بقطر، طبعا خلي بال حضرتك ان البويضة اصلا عبارة عن 100 مايكرون، لما بتبقى جنين بتزيد قليلا. فاللي احنا بنتكلم فيه ده مثلا الخلية اللي انا هاخدها دلوقتي دي جزء من 8 او 10 خلايا، فهي بالكتير قوي 10 مايكرون كلها يعني. باخد خلية واحدة زي ما حضرتك عارف، شايف دقة التقنية، ان المفروض ان الخلية ما تتكسرش، انها تخرج سليمة من فوهة هذه الأنبوبة اللي الإبرة اللي أنا بسحب بيها، ولازم أتأكد من وجود نواة داخل هذه الخلية عشان لما تصبغ. اتفضل حضرتك، النواة ظاهرة جدا في الفيديو. باخد الخلية دي وبتصبغ بطريقة معينة، والجنين نفسه بيرجع للحضانة. كويس؟ هنكمل تاني في فيديو تاني بيوريني إن أنا ممكن آخد عينة من الجنين وهو في اليوم الخامس اللي هو البلاستوسيست. هنا بيمكنني من حاجتين اتنين أفضل كمان من التالت. هنا عملنا فتحة الليزر، هناخد العينة هنا حاليا تروفوكتوديرم، هاخده، ده عبارة عن مجموعة خلايا بقى مش واحدة، دول 4 أو 5 خلايا. خدت بالك البنش أو الجزئية اللي أنا خدتها هي دي عينة جنين اليوم الخامس، وبتصبغ أو بتتفحص بنفس الطريقة اللي بتتفحص بها عينة جنين اليوم التالت. على فكرة دي حاجات حقيقية. طبعا، يعني هذا سبحان الخلاق العظيم، هذا حقيقي. طبعا ده معمول عندنا. ما عارف بس بقول للناس اللي بتتروق انيميشن. دي حضراتكم دي الخلايا اللي متاخدة من اليوم الخامس. نفرق بقى جنين التالت يفرق ايه عن الخامس؟ لو حطيناهم جنب بعض الصورة، لا في صور لسه هنجيبها دلوقتي ونشوف، لان في حاجة تانية برضو بنقول ان بعض الاجنة قد تتأثر بهذه العينة. خلي بالك انا بفتح فتحة ليزر وباخد عينة من الجنين، فبالتالي بيتعمل فيه شغل هذا الجنين. طب الجنين ده بيتضر ولا لا؟ كل الكلام ده لازم يتدرس. ده كل الناس بتفكر طبعا. بعض الاجنة ممكن تتأثر قليلا، لكن اللي اكتشفناه مش احنا بس طبعا، العلم والابحاث والناس اللي شغاله، ان الجنين اقوى مما نتخيل. احنا لم نكن نتخيل ان احنا هنقدر نعمل الكلام ده في الجنين. خلي بالك الموضوع تطور ببساطه يا دكتور ايمن. بادئ ذي بدء ما كناش بنيجي جنب البويضه خالص، احنا حطينا الحيوان المنوي او عدد حيوانات منويه جنب البويضه عشان يخصبوا بعض زي الطبيعي في اطفال الانابيب. لما الابره دخلت من باليرمو سنة 92 وعمل الحقن المجهري، الناس انزعجت. حصل ده جت اكسيدنتال. انا حكيتها قبل كده ببرنامج. ايده غلطت ودخلت دخل في الغلام البويضة، وما كانش يقصد، ما كانش يخطر في باله خالص ان في حاجه اسمها حقن مجهري. سبحان الله. وكأن ربنا سبحانه وتعالى حتى تعبيره هو ساعتها الحظ لا ياتي الا لمن يستحق. فعلا، بس ما كانش حظ، ده كانت سبق علمي غير الدنيا كلها. بس بقى مليار ليه؟ القضيه ان هو كان صاحب فكره الحقن المجهري. طبعا. هو اللي هو كان بيعمل حاجه قريبه منها جدا، اللي هو انه بيحقن بعض حيوانات منويه ما بين هلام البويضه والغشاء الخارجي، بيسموها سوزي او سب زونال انجكشن. فهو داخل بالابره ببساطه شديده جدا، هو بيخش ب3 أو 4 حيوانات منويه بيسيبهم. بيسيبهم ما بين الهلام وما بين جدار البويضه. واحد منهم وهو جوه الابره، الابره اخترقت هلام البويضه، فالحيوان المنوي دخل جوه، انزعج جدا، افتكر انه فشل خالص. كلم بروفيسور ادوارد قال له ايه اللي احنا عملناه ده؟ قال له خليه وريهاني بكره. تاني يوم قال له خصبت، تالت يوم قال له بقت جنين، قال له انقلها، حملت.
قال له خلاص هو ده الحقن المجهري فعلا. فلما احنا نرجع بقى لمرجوعنا تاني في تقنيه اخذ العينات، هنعرض صور شكل الجنين قبل وبعد العينه عشان نعرف ازاي ان الجنين قوي جدا وبيقدر يحتمل ذلك كويس. هنبتدي من فوق على الشمال، ده جنين يوم تاني الى تالت، طبعا قلما ناخد من التاني لانه اربع خلايا، فاللي على الشمال ده اللي اتشال منه خليه اللي هو في المربع اللي فوق شمال اللي مكتوب عليه A، ده اللي ما اتشالش منه خليه ده سليم. نخش على الناحيه الثانيه اليمين، ده جنين يوم رابع اللي هو الكومباكت، الشمال اللي متشال منه خليه، اليمين اللي ما اتشالش. خلوا بالكم اتنين يوم رابع، اتنين يوم رابع. خلي بال حضرتك ان احنا كل ما زاد عدد ايام او عمر الجنين كل ما العينه بقت اصعب، لان بيحصل كومباكشن التحام للخلايا، فبالتالي عايزه تقنيه وحرفيه كبيره جدا ان انت بدل ما تسحب خليه لا قدر الله ممكن تسحب الامبري كله، ممكن تسحب الجنين كله. فطبعا الموضوع فعلا فعلا خطير وصعب ومحتاج تقنيه صعبه جدا جدا جدا. حلو كويس. ننزل تحت، ده جنين يوم من الرابع داخل على الخامس اللي هو بدايه البلاستوسيست اللي هو تحت شمال، ده جنين يوم خامس بس في البدايه، واللي على اليمين ده جنين يوم خامس مكتمل تماما، واحد اتشال منه خلية والتاني ما اتشالش خلية. يبقى احنا عندنا ثلاثة واربعة وخمسة وخمسة بالظبط. ما حصلش تأثير كتير جدا بالنسبة لنمو الجنين، بالعكس في بعض أحيان بتلاقي ان الجنين اللي اتاخد منه عينة حصل له هاتشنج. هاتشنج ده اللي هو الفقس، انه خرج بره الزونة وابتدى يبقى له جزء بره. ده على فكرة في نمو الجنين رائع رائع لدرجة انه ممكن يخرج كله بره الزونة، بره الشل، بره الإطار بتاعه، ويتشال في قسطرة نقل الأجنة بتقنية حرفية كبيرة جدا، ويترجع بهدوء وبطريقة مختلفة خالص عن إرجاع الأجنة التانية. إمتى ألجأ لجنين اليوم التالت وإمتى ألجأ لجنين اليوم الخامس؟ في تشخيص الأمراض الوراثية، تشخيص الأمراض الوراثية، أخذ عينة لتشخيص الأمراض الوراثية بالظبط كده. بالتحديد في تحديد جنس الجنين أنا ممكن ألجأ إلى التالت أو الخامس، لكن في تشخيص الأمراض الوراثية اللي أنا مش مهتم فيها هنا بس بجنس الجنين، لكن مهتم بالمرض اللي حامله الجنين لا قدر الله، ما ينفعش إلا الخامس. لسبب، أنا ممكن أخد من تالت وبالتالي ممكن نموه لا قدر الله ما يكملش كتير لحد الخامس أو ما يكملش حلو لحد الخامس، لكن كل ما انتظرت لحد اليوم الخامس عدد الأجنة اللي أنا هاخد منهم أقل بس كلهم كويسين. كويس. في هذه الحالة لو ما عندكش تقنية تجميد قوية جدا تسندك مش هتعرف تكمل. ليه؟ أنا باجي في اليوم الخامس وهقول الكلام ده، لما باخد في تشخيص الأمراض الوراثية أو تحديد جنس الجنين، طبعا تحديد جنس الجنين تقنية بسيطة، فخلينا نتكلم على السكيل الأكبر اللي هو تحديد تشخيص الأمراض الوراثية. عندي أحدث تقنية بشتغل بيها اللي هي Next Generation Sequence أو تتبع الجيل القادم. ده جهاز موجود في مركز الوراثة الجميل الشهير بتاعنا اللي احنا بنشتغل كلنا فيه في مصر، احنا بنبعت له العينات، هو مركز واحد. لازم العينة تاخد 48 ساعة عشان نتيجتها تطلع، فبالتالي لو خدت من اليوم الخامس وانتظرت النتيجة انا وصلت اليوم السابع، ما اقدرش انقل الجنين على اليوم السابع. ليه؟ لان حاجة اسمها شباك الالتصاق اللي هو اخره بداية اليوم السادس او صباح اليوم السادس بيكون قفل خلاص، ما تقدرش تنقل الجنين في اليوم السابع، من الصعب جدا ان يحصل منه حمل. فبالتالي بتجمد هنا، بتجمد كل جنين في انبوبه، لان انت ما تعرفش ويتش از ويتش، الهون اللي هيطلع سليم. فانت عندك خمسه جنين يوم خامس، تاخد من كل واحد عينه، وبعد ما تاخد منه عينه في تايمينج في توقيت معين بعده بساعه او ساعتين بتجمد الجنين وتعلمه ده جنين رقم واحد. وهنا هحكي لحضرتك بالظبط على اللي بقوله ان ممكن الاخوه يعالجوا بعضه. في جنين اليوم الخامس بما ان النتيجه بتظهر بعد 48 ساعه لازم اجمد وبستنى النتيجه تظهر براحتها خالص، وبجهز السيده او المدام الى دوره علاج مجمده اخرى اللي هي دوره بسيطه جدا لاستقامه جدار الرحم ثم نقل الجنين المناسب لها. هنا في الجداول اللي انا حاططها هذكر الاول تحديد جنس الجنين عشان في بعض ملابسات، فاستاذن حضراتكم نعرض هذه الجداول. في تحديد جنس الجنين
عندي ثلاث نتائج يقدروا يطلعوا او اربعه بالتحديد. حلو قوي. هنشوف مثلا هنا اعتقد دول حوالي 12 جنين. هنا كل الاجنه ادت علامات، بعضهم او قليل منهم طلع مشوه، وطلع فيها اولاد كتير وطلع فيها بنات كتير. فانا بادي بالعينه المبشره جدا زي دي، فبالتالي بنقول والله طلع اولاد، هننقل واحد او اثنين والباقي يتجمدوا. مش عايزه بنات خلاص، بتمضي اقرار ان احنا بنستبعد الاجنه البنات. هنشوف تقرير تاني بعد اذن حضراتكم. كويس، حلو قوي. انا عايز الجدول ده. الجدول ده عباره عن ثلاث اجنه، هيجيبوا تاني ثلاث اجنه، واحد وثلاثه مدين نو سيجنال، ما ظهروش اصلا. يعني ايه نو سيجنال؟ يعني بعض الاجنه مع سلامه تقنيه اخذ العينه وحرفيه اللي بيفحص في نفس الوقت ما بيديش علامه، بيقول لي والله انا ما قدرتش اقراه لان في فلسز في التكنيك، ما قدرش يقراه. لكن المفارقه الجميله جدا لو تبص في دي، ان اتنين نو سيجنال وولد، هي كانت عايزه ولد، خدنا الولد، خدنا الولد. بس الاول نفهم بس نو سيجنال معناه ان انا مش عارف احدد لا ده ولد ولا بنت، ولا في مشكله، ولا في مشكله، مش عارف اقرا الماده الجينيه بتاعتي. مش عارف اقراها، مش عارف اقرا الخريطه الوراثيه بتاعته بالظبط، مش عارف اقراها. الجنين بالبلدي رغم جوده الاخذ وكل حاجه، لكن انا ما عنديش القدره. ده وارد، ده وارد يعني. طب انا هقول ده له نسبه. الاقرار اللي جاي من انجلترا، مش اللي احنا بس اللي شغالين بيه، بيقول ان انا عندي اخطاء بنسبه 2%. كويس. من كل وارد ان انا ما اشوفهمش، او لا قدر الله اشخص غلط، ما شفناش غلط. لكن هو ما اشوفهمش، في هذه الحاله ممكن تعمل حاجه تانية. لو اداني نو سيجنال ممكن افحصه تاني، يعني لو النهارده ده جنين يوم تالت. هي نو سيجنال دي على فكره يا جماعه بتفكرني باللي بتطلع لما يكون الشاشه مش جاي لها اشاره من الدش بالظبط. انا انا اول مره اشوفها نو سيجنال معناها ان الجنين ما اتشافش قدام، ما اتشافش، مكنه الفحص الوراثي بالظبط ما بينتش، ما تعرفش لا ده ولد ولا بنت، ولا عارف اذا كان في اولاد ولا عارف فيه ولا حاجه. كويس. انا اخدته في اليوم الثالث وبين لي نو سيجنال. كويس. بشوفه في اليوم الخامس، لو كمل انقسام حلو قوي على اليوم الخامس ممكن اخد منه عينه ثانيه في اليوم الخامس وابعتها تتفحص. بعضهم او اغلبهم ممكن، لان عدد الخلايا المتاخد في اليوم الخامس بيبقى اكتر، فبالتالي ممكن يبان فيه السيجنال ويبان اذا كان ولد او بنت او فيه تشوهات. يبان الصفات، بلاش يبان كلمه سيجنال دي عشان والله بتفكرني الاشاره. ما هي لا على فكره هي ترجمتها حتى بعض الاجنه لا يمكن تحديد الاشاره، كانهم بيبعتوا اشاره. بالظبط كده، بيبعت اشاره. ما هي عباره عن فلوريسنت يا دكتور ايمن. كويس. هي فلوريسنت، فبيبان عنده بالفلوريسنت اضواء معينه بالوان معينه، فهو بيعلم عليها. ايوه. كويس. نيجي بقى للريبورت اللي بعد كده. ده غريب جدا. ده حالة عمرها 43 سنة، أصرت تماما أنا عايزة أفحص عشان عايزة ولد. يا ستي أنت حضرتك عندك جنين واحد، احتمالية أنه يطلع ولد قليل، وإحنا بالريزيست جدا بنقاوم أن إحنا نعمل فحص على أجنة قليلة، لأن طبعا هي إحصائية، كل ما عدد الأجنة زاد كل ما زاد احتمالية الحصول على الجنس المراد. طلع عندها جنين تريبل إكس سوبر فيميل، طبعا ده في مشكلة. كويس. هي السوبر في، معلش اعذر الحته دي، هي السوبر في مليون هتطلع بنت يعني حلوه قوي يعني ولا بس هي بيسموها سوبر فيميل عشان 3 اكس، لكن فيها طبعا عيوب كتير جدا 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 بالظبط. في حاجات ثانيه حاجه ما تبقاش السوبر خالص اسما يعني شكلا. anyway نيجي بقى للريبورت اللي بعد كده، ده بتاع تحديد امراض وراثيه، وطبعا انا بعتز جدا بالريبورت اللي جاي. كويس. دي أول حالة تشخيص أمراض وراثية بتقنية الـ NGS في الشرق الأوسط، دي كانت عندنا. أوكي. دي بقى معلش أنا مش شايف من هنا عشان الشاشة بعيدة، درست كم مرض بقى؟ درست إيه؟ كم مرض؟ شفت كم مرض؟ أوكي. NGS بيدرس الـ 23 كروموزوم. كويس، ما هو اسمه بيتتبع الجيل كله. كويس. الحالة دي كان عندها مخلفة طبيعي، ولد عنده شلل نصفي. لا حول ولا قوة. وبنت عندها طول زايد في اللسان، عندها ماكروجلوسيا، ومش عارفين بالظبط ايه اللي عندها. نعمل كاريوتايبنج اللي هو الفحص المبدئي للكروموزومات للزوج والزوجه، يطلعوا سلام. ما بينش. طبعا التقنيه الاعلى اللي هي الـ NGS ورتنا الاتي، جابت لي ثلاث اجنه سلام، ولد وبنتين، وجابت لي ثلاثه اتي ده فيهم عيوب في كذا وكذا وكذا يستبعدوا. الجميل جدا في الحاله دي نقلنا اول مره الولد وحملت ولدت، تاني مرة نقلنا البنتين حملت في بنت واحدة ولدت، فهي عاليا عندها ولد سليم وبنت سليمة.
آخر حاجة أقدر أتكلم عليها حتة إزاي بقى الحقن المجهري وتشخيص الأمراض الوراثية مش بس بيشخص، لا ده بقى بيعالج. ما ننساش حتة الابن، ما هي دي. أيوة كويس. الثلاسيميا طبعاً أنت كان المفروض تبتدينا بالثلاسيميا مش بالهيموفيليا عشان الخطورة. مشكلة الثلاسيميا والانتشار بالضبط. أنيميا البحر الأبيض المتوسط. قلة أو فقر الدم أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط من الأمراض الخطيرة جداً 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 اللي علاجها صعب، وبيقعد الطفل ياخد بلاد ترانسفيوجن نقل دم فترات طويلة قوي، وأغلبهم ما بيكملش. والسيكل سيل برضو نفسه. طبعاً. طب وعلى فكرة هما الاثنين مربوطين ببعض. القضية هنا بقى فين؟ الثلاسيميا يا سيدي بتتشخص بحاجة اسمها سينجل جين. سنجل جين ده ما بيتعملش في مصر خالص، ومركز الوراثة بتاعنا مشكورا بياخد مننا العينات ويبعتها انجلترا. كويس، لانه برضو الطلب عليه قليل جدا، والمراكز اللي شغالة فيه في العالم مش كتير. مش عشان احنا ما بنعملوش، لا، هو مركز الوراثة احنا بناخد له العينات وهو بيبعتها انجلترا وبيدينا الريبورت. اللي بيحصل كالآتي، عندنا سيدة عندها ثلاسيميا، طفل سليم وطفل عنده ثلاسيميا. الطفل اللي عنده ثلاسيميا طبعا عامل مشكله كبيره جدا لعيلته. عملنا ايه؟ عملنا لها اكتر من مره حقن مجهري، وانتظرنا نشوفها هتدي كام جنين يوم 5. جمعنا لها 10 اجنه على 3 عمليات. ثلاث محاولات. في كل مره بناخد من جنين اليوم 5 عينه ونجمده ونبعت العينه. لما اكتملوا ال10 مركز الوراثه فحصهم، وبعدها بشهرين ونص رد علينا قال لي عندي جنينين 2، واحد سليم، طبعا انت هتفهم الحاجات دي حلو قوي، والتاني كارير كومباتبل فور ترانسفير. كويس، اللي هو يعتبر سليم. بالظبط، سليم لكن يعتبر بنسميه كارير، اللي هو حامل المرض. السليم خالص هم مش عايزينه، هم مش عايزين طفل سليم، هم عايزين الكارير لو ربنا كرمها وحملت فيه عشان ياخدوا من دم كورد بلاد بتاعه، هو ده اللي هيعالج اخوه. فهو فعلا قبل كده على فكره اتنشر حاله في دبي من 3 شهور عن طريق الستيم سيل. كويس، إيه الابحاث متضاربه، لكن طبعا كورد بلاد ترانسبلانتيشن ده، او ان انا استخدم الكورد بلاد بتاع الطفل الكارير للطفل المصاب، دي نتيجتها اكثر من رائعه. فده اللي انا عايز اقوله، ان مش بس تشخيص الامراض الوراثيه قال لي ان انا عايز ادور على طفل ما فيهوش داون سيندروم، ما هوش طفل منغولي، ما عندوش دوشن سيندروم زي ما حضرتك قلت، ما عندوش هيموفيليا، لا ده انا ارتقيت خالص. ده انا بقيت بجيب بامر الله، مش انا طبعا، المولى سبحانه وتعالى بالتقنيات بتاعتنا، طفل سليم عشان يعالج اخوه المصاب. بيمتلك خاصيه انه يحمل ولكنه سليم، فيستطيع ان احنا ناخد من الكورد بلاد بالظبط الى اخوه، ده يعالجه بالزبط. او يحسن حالته كتير، بيحسنها كتير جدا جدا, جداً. لفتره طويله. طبعا. كالعاده يعني لا ابالغ اذا قلت ان انا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء العلمي، وكل الناس حاسس بكده، لكن كمان طماع، فدعوه مستمره وارجوك ان شاء الله جاي لك تاني ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والرائد القدير الأستاذ الدكتور محمود الشافعي، صاحب دكتور أمراض النساء والتوليد وتأخر إنجاب، وزمالة أمراض النساء والتوليد من ومساعد الإنجاب من جامعة ستيلن بوش بجنوب أفريقيا، زمالة أطفال الأنابيب والحقن من جامعة بورتو بألمانيا بالبرتغال، وأستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب بكلية الطب، المؤلف للأطلس العالمي لدراسات البويضات بالمجهر الإلكتروني ببريطانيا والولايات المتحدة، والمدير لمراكز زينة الحياة للخصوبة وأطفال الأنابيب. كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في هذا اللقاء الممتع جدا جدا والعلمي جدا. عايز أقول بس اللي هيفوتوا هذا اللقاء من اللي بيشتغلوا في الحقن المجهري هيفوتوا كتير جدا. خليكم معنا في الحلقة.
الاوزان الضخمه اللي هي كسر 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقه بالتنفس، متعلقه بالتخدير، متعلقه بجدار البطن السميك، متعلقه بالخبره الجراحيه اللي انت يعني هتعمل العيان ده تكميم ولا تعمله تحويل مسار. ازاي وصل يعني اكيد بيحكوا لك ازاي وصلوا ازاي سرح بيهم الوزن ده 330 كيلو؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنه المفرطه الاف الحالات بيبقى الموضوع جيني وراثي بحت. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم جراحة السمنة، وخليني أبدأ كلامي بموضوع مخيف جدا. موضوع مخيف لأنه لما تتخيلوه، أنا هكلمكم عن الناس الأكثر سمنة في العالم. لما تتخيلوا الناس دي هتترعبوا، لأن الناس دي ما بقتش كده بين يوم وليلة، هي المسألة سرحت منهم زي ما بيقولوا. فالسمنة وحش قد تأمل له فيأكلك يبلعك. أول واحدة الله يرحمها الأمريكية كارول ياجر، دي توفت. كارول ياجر وزنها وصل 725 رطل، ما أعرفش بقى هل هو رطل ولا كيلو جرام، مش متأكد من الرقم، بس يعني زي ما انتم شايفين كان وزن رهيب يعني. وحاولت تخسر وزنها، لكن هي توفت سنة 1994 عن عمر كام سنة؟ 34 سنة، بعد توقف القلب بسبب السمنة المفرطة. وكان في الوقت ده تزن حوالي 500 وحاجة كيلو جرام. تاني واحد اسمه مانويل أوريبي. مانويل أوريبي ده مكسيكي، وصل وزنه 560 كيلو جرام في عام 2006، وقال بيقولوا انه وصل 325، بس المسألة برضو مخيفة للغاية. في طفل أندونيسي اسمه أكبر علي، وده اتولد في 2009، اتولد بوزن كبير جدا جدا، برضو الارقام مش واضحة قوي، ووزنه في الولادة كان 8.7 كيلو. وطبعا كانت الوالدة بتعاني، والدته يعني كانت بتعاني من مرض السكر، فعملوا له شق قيصري، وكانوا فاكرين ان هي توأم، كانوا فاكرين ان الولد توأم. وبعدين بعد كده طبعا كبر الولد، معرفش كان في صور له هو كبير شوية عن كده، لكن واحد من الأطفال السمين جدا في العالم. الناس دي مخيفة ليه؟ الناس دي مخيفة لأنه الناس دي معرضين لكل المخاطر اللي تتخيلوها في الدنيا. سكر بقى، ومشاكل في ضغط الدم، ومشاكل في القلب، وحاجات كلها كريتيكال. يعني مشاكل القلب هنا احنا بنتكلم على فرص جلطات في القلب، ذبحات صدرية، فرص توقف عضلة القلب بأي شكل من الأشكال، سكتات دماغية، كل الحاجات اللي هي بقى اكستريم. يعني مش هنقول بقى، يعني احنا مش في رفاهية ان اقول لكم لا ده الركب هتتأثر والعمود الفقري، طبعا ما الكلام ده، ولا في ركب بتستخدم ولا في عمود فقري اساسا موجود يعني شغال. بس هرجع اقول تاني جملة، ان الناس دي اتسرقت. الناس اللي وصلت 500 كيلو دول ما كانوش بين يوم وليله 500، هم كانوا في يوم من الايام 80 و90 و100 كيلو، بس سرحوا بقوا 150، بقوا 200، بقوا 250، بقوا 300. في مقاسي في الموضوع ده. جراحه سمنه للناس دي برضو امر محفوف بالمخاطر حقيقه. يعني لما نقف هنا بقى، احنا بنتكلم مثلا على المريض 300 400 كيلو، هنعمل له جراحه سمنه وقدره القلب بتاعته ممكن تكون 25، الإيجيكشن فراكشن بتاعه 25، يعني احنا بنتكلم في هارت فيلير. نقف بقى وزي ما بيقولوا كونسولتو. الحوار هنا النهاردة مهم جدا جدا. تعالوا رحب بضيفي العزيز، الاسم المتميز للغاية، والحقيقة أحييه على إن هو اختار هذا الموضوع للحوار، موضوع شائك، واحد من سوبر ستارز هذا المجال،
وحقيقة بيسعدني دائما الحوار معه، صاحب يعني شخصية علمية متميزة وحضور علمي راقي للغاية، الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، وطبعا المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. منور يا دكتور كريم. أهلا وسهلا. أنا عايز الأول أسألك طبعا تعريف السمنة المفرطة هتشرحه لنا، مؤشر كتلة الجسم يعني إيه، لماذا اخترت السمنة شديدة الإفراط؟ تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. والحقيقة طبعا السمنة المفرطة شديدة الخطورة، اللي هي يعني اخترنا الموضوع بتاعها النهاردة فوق ال 200 وفوق ال 300 كيلو، بنلاقي فيها متعة شوية في العمل وفي إنقاص الوزن. يعني طبعا بتبقى محتاجة جاهزية واختبار للذات واختبار للقدرة الجراحية عموما. فالأوزان الضخمة اللي هي كسرة 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عند تكميم ولا تعمله تحويل مسار، تجهيز الآلات بتاعتك، طب الإرجنومكس بتاعت ال اقول لحضرتك حاجه ملخص سريع كده. الاسبوع اللي فات كان عندنا حاله من ضمن الليسته الجراح دخل فيها، دخل عمليات، دخل بالكاميرا ودخل بورتاته، البورتات بتاعه الكاميرا، ولا الحجم الكبد ده كبير، وكان عندها المراره كمان ما قدرش يشيلها وطلعها، وقال لها الامانه تستدعي ان انا اطلعك من اوضه العمليات وانا مش هعمل لك العمليه الحقيقه. يعني احنا بنشكره طبعا لانه هو خلاص قدراته الجراحيه لا تتعدى. الحقيقة طبعا وانا مع الدكاتره المساعدين وانا شغال بيسالوني، يعني احنا جات لنا يعني احنا نيمناها تاني ودخلنا المنظار، بس فتحات منظار في حاجه اسمها الارجنومكس او بارياتريك سيرجري يعني او اللابروسكوبيك سيرجري عموما، ان انت تدخل البورتات في الاماكن اللي هي دي حاجه تقنيه، ان انت ازاي تدخل البورتات المنظار طبقا لحاله الجسم او كتله الجسم، دي ارت. هو لما دخلنا فتحات المنظار في الاماكن اللي هي المفترض ان هي بتدخل فيها، العمليه عدت اتيز مشت كويس جدا، فبيسالوني بيقولوا لي هو الخطا فين، يعني هو الجراح ليه ما عملش الحاله دي رغم ان هي ماشيه اتيز. فقلت لهم ده فيلير في ارجونومكس، هو مختار فتحات منظار مختلفه خالص، هو شغال مزنوق، انت بتشتغل اتيز، انت قايس المقاسات المظبوطه بتاعتك ومدخل منظار. هي دي ببساطه يعني الهندسه الفراغيه مهمه جدا، الهندسه الفراغيه اللي هي تخيل الاماكن بتاعت كل شيء قبل ما انا تدخل. ده ارت. واللي مش هيفهم الارجنومكس او كيفيه ان هو يتعامل مع المنظار هو مش هيعرف يعمل جراحه اصلا مظبوطه، وربما تكون حاله سهله بس هو صعب على نفسه، وربما تكون حاله تقدر تعملها وتعتزل العيان. ما هي زي بالظبط انت لما تدخل عربيتك بتظبط الكرسي وبتظبط، هو ده الارجونومكس، هو ده فن استخدام المنظار او فن علم المناظير عموما. طبعا الحاله اللي هي فوق ال 200 كيلو انت محتاج عندك تشالنجز كتيره، اما جدار بطن سميك وانت دكتور التخدير اصلا اللي هو بنايم عيان 300 كيلو ده بيبقى يعني حاطط ايده على قلبه وعايز ينام في وقت قصير، بتبقى متعقم ومظبط آلاتك، المساعدين موجودين، الدباسات مفتوحه، التخدير واقف، احنا هنبتدي مع بعض. الادويه بتاعه البنج انت هتستخدم ادويه ايه؟ لا انت مش محتاج ينام، انت محتاج يعني بعد نص ساعه بالكثير نقطه اصحى يلا على طول اطلع خلص نفسك، يعني ما تقعدش فتره كبيره. فيعني هي محتاجه طبعا تكامل وجاهزيه عاليه جدا في ان انت تعمل عيان فوق ال 200 و300 كيلو. عيان اسمه احمد جمال صديق، يعني الاسبوع اللي فات 270 كيلو عملناه في من اسبوعين ثلاثه في المستشفى، وكان بيتحرك 270 كيلو ده. هو دايما ضمن الناس اللي كانت بتتحرك الحقيقه. كان بيتحرك بس عنده وجع في المفاصل غير عادي. طبعا يعني وجع في المفاصل غير عادي. الحقيقه طبعا العمليه بتاعته والله تمت في 30 دقيقه في احد المستشفيات بتاعتنا. 30 دقيقه ليه؟ لان انت جاهزيه، محتاج بورتات يعني تكون على جهاز اكسترا لونج، محتاج الات جاهزه، انت يعني مجهز نفسك لهيت اند رن، هي وقت قصير تعمل عمليه تخرج بالسلامه. الحقيقه اللي نايمه معايا الاستاذ الدكتور طارق سعيد في مستشفى الشفا
في التجمع، من الناس اللي هي الاحترافيه في، وكل طاقم يعني كل فريق العمل التخدير طبعا انا بحييهم كلهم لانه بنعمل حالات صعبه واصعب من دي كمان طبعا، وكل فريق التخدير عشان بس ما حدش يزعل طبعا منهم، لانه بنعمل حالات فيها صعوبات تخديريه كبيره. برضو الاسبوع اللي فات منيمين عيان عيانه من ضمن العيانين المخدرين اللي كنت قلت لحضرتك عليها، تعبير منها تخديريا اللي كنت حكيت لحضرتك عليها من قبل الحلقه، عندها تجمع دهني كبير في المنطقه دي. الرقبه كده ما فيش اصلا مسافه يدخل فيها الانبوب، يعني الانبوبه دي محتاجه، هو ما دخلش الانبوبه بقى يعني في السياتر ده عايز فايبر اوبتيك معايا جنبه، لو مش عارف يدخل بيستخدم الجهاز على طول، عشان يعني انت مش تقدر عين تخدير وتقول له انا مش هنيمك، ما هي الوضع لازم يكون على جاهزيه عاليه جدا. هو انا اخاف من البنج ومن التخدير كمريض فوق ال 200 و300 كيلو؟ احنا ما عندناش اصلا اوزان، يعني احنا ما جبناش 61 كيلو بننيمه، يعني احنا عايزين كل العيانين كاسرين الكتله العاليه عشان نبتدي نعمل، احنا مش متفاجئين بالتخدير بتاع العيان الصعب المليان اللي رقبته ضيقه اللي طول الليل عنده مشكله في التنفس اثناء النوم شخير وعنده وخايف من التخدير، هي دي حياتنا يعني، يعني التخدير مش متفاجئ ان هو بنيم عيان 200 كيلو، ويجي مثلا عندك لسه طويله يعني في يوم معين والتخدير هينقي بقى الحاله ال 170 كيلو نايمها او 120 كيلو نايمها والحاله ال 270 و300 ما نايمهاش، طبعا هو عنده الجاهزيه الكامله لذلك. سؤالي بقى يعني دلوقتي المريض اللي بالوزن ده جاي عنده مشاكل في قلبه واكيد مشاكل في التنفس وجاي ممكن يكون عنده مشاكل في ضغط الدم والكلى، هو جاي بمجموعه مشاكل كل واحده فيهم عامله زي ما تكون قنبله موقوته، انت ماشي تعبير الادق في جراحه السمنه في الحاله دي كانك ماشي في حقل الغام، انت عارف حقل الغام بتمشي ازاي؟ صحيح طبعا، احنا الجاهزيه العاليه هي الحل، الخبره العاليه للجراح، انا داخل اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار، مش بس بعمل عمليه انا يعني تجهيز كله، ولا عين ما يعرفش غير الجراح، التيم بتاع الجراح نفسه هو بينفس حاجات في، يعني انا جزء من حلقه يعني او جزء من مجموعه حاجات بتعمل تحضير على اعلى مستوى من الجاهزيه، يكون معاك طقم يعني استشاري تخدير على اعلى مستوى، معاك جاهزيه في الاستخدامات المستهلكات الطبيه الامريكيه الاحدث في العالم، انت مش داخل تجرب حاجه معينه، يعني انت داخل تعمل تاسك معينه وتخرج بوقت قصير، وقت بينج قصير، عايز تفيد العيان ما طلعوش بمشاكل، فهي الجاهزيه العاليه للجراح، الجاهزيه العاليه للتخدير، خد الاوبتيمم في كل حاجه بحيث ان انت ما انتش داخل تخاطر، يعني انت داخل تعمل اقصى حاجه ومجهز اعلى حاجه، حتى يعني انا عايز اقول لحضرتك مش بس فريق الجراحه فريق ولا فريق التخدير بس، التمريض في حد ذاته مهم جدا، انت بتشتغل في ظروف ملائمه تخليك تعمل عمليه في وقت قصير، يعني حتى رفعه، يعني انت ممكن ترفع السرير يعني عايز تنقل العيان من مكان لمكان، محتاج طريقه لذلك، محتاج متابعه، ما انت ما عملتش عمليه وسبت العيان مشي يروح كده، ما انت محتاج ممكن يعني طبعا محتاج تحفظات على ادويه الضغط اللي بياخدها، تنظيم ادويه السكر اللي بياخدها كان بياخدها قبل العمليه، محتاج ادويه مضاده للتجلطات، الوزن الضخم مع قله الحركه قابل لان هو يصاب بالجلطات، قد ايه بتدي له ادويه للسيوله من قبل العمليه بليله، وقد ايه بتدي له لمده قد ايه ما بعد العمليه، هل بيشرب كويس ولا ما بيشربش كويس ما بعد العمليه، لان طبعا دي حاله تعتبر محتاجه جاهزيه عاليه جدا، حاله قنبله فعلا زي ما بيتقال عندنا في عرف الجراحه، دي من الحالات اللي هي الصعبه اللي محتاجه جاهزيه عاليه جدا، واذا لم تكن هناك انا يعني انصح تماما اذا لم يكن هناك الجاهزيه العاليه لاجراء هذه الجراحات في اي مكان نعتذر عنها. عندك مكان جاهز لاجراء العمليه، عندك الحرفيه التامه لطاقم التخدير، ما انت ممكن تكون جراح محترف بس بتشتغل في ظروف غير ملائمه. ما عندكش سيتر، ما عندكش فنتليتور حلو، ما عندكش رعايه مركزه اذا احتجت رعايه مركزه، ما عندكش مستهلكات طبيه تكفي لذلك. اعتذر عن الحاجه. اعتذر حتى تجهيز الاشياء. حتى تجهيز. لكن طبعا انصح بوجود الجاهزيه العاليه، الاماكن المختصه لاجراء هذه النوعيه من الجراحات، انا يعني طبعا الاوزان فوق ال 200 و300 كيلو دي حاجات محتاجه يعني تعملها. بالظبط، ما تحطش العيان في موقف حرج، دي قاعده جراحيه، اذا يعني توافقت الظروف تخديريا وجراحيا ومستهلكات على اعلى مستوى والخبره الكافيه، اعمل اي حاجه واعملها بامان ما تقلقش.
انت نورتني واسعدتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الامريكيه الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل اعلى تصنيف دولي في الجوده في جراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. أنا اسمي محروس محمد، عندي 23 سنة، عامل عملية تكميم معدة من 8 شهور، كان وزني قبل العملية 285 كيلو، دلوقتي بقى وزني 160 كيلو في أقل من 8 شهور، دلوقتي بقت حياتي طبيعية جدا كتير عن الأول وبقت كويس عن الأول بكتير، قبل العملية كنتش بعرف أتحرك ولا بعرف ألبس ولا كده ولا حياتي كانت متدمرة، دلوقتي بقت حياتي كويسة الحمد لله وبقيت بمشي طبيعي وبروح في كل حتة عادي وبقت حياتي كويسة عن الأول بكتير والحمد لله اتحسنت عن الأول بكتير. ولسه برضو ان شاء الله في نزول عن كده بكتير وان شاء الله يعني في تصوير تاني وبشكل جديد ومنظر جديد ان شاء الله. حدود المنظار، لانه المنظار تحديدا مثلا يظلم، هو آلة رائعة وعظيمة جدا، لكن يظلم في ان انا اخلي في عقول الناس ان كل الجراحات يمكن انها تعمل بالمنظار، وهذه ليست حقيقة علمية. حقيقة ده حقيقة. بيتظلم كمان في حاجة، ان هو انت كجراح لا تتعصب لشيء، تعصب في نجاحك في كل حياتك التعصب مرفوض تماما، مش عايز اسمه تعصب. انا اجيد استخدام المنظار والمنظار ده حاجه هايله جدا، لكن مش في كل عمليات هعمل منظار. الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل، يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهم النصائح الطبية للحفاظ على العمود الفقري والرقبة وتخفيف الأعباء عليهم والوقاية من المشاكل المتعددة اللي ممكن تصيبهم، مراقبة راحة الجسم أثناء النوم وأثناء الجلوس اللي لازم فيه القدمين تلامس الأرض، والمحافظة على استقامة العمود الفقري وتجنب إمالة العنق لوقت طويل مع وضع الشاشة والملفات على بعد ذراع من الشخص العامل، وتنظيم بيئة العمل بحيث يتناسب مع الجسم والمهام المطلوبة، مع الحرص على تغيير وضعية الجسم بشكل متكرر والعمل على السيطرة على التوتر والضغوط. ومن أهم النصائح رفع الأوزان بطريقة صحيحة بالاعتماد على استخدام الساقين في الارتكاز لحمل الوزن
بدلاً من فني الظهر، واتباع نظام غذائي صحي متنوع المصادر الغنية بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم مع شرب كمية مناسبة من المياه كل يوم، وطبعاً الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي. أهلاً بيكم. طبعاً يعني بلا شك كل ده مهم، لكن كمان ما تتخورش على ظهرك، ما تتخورش على جسمك. احنا شفنا دلوقتي، لو شفنا فيديو هتلاقي فيه تصرفات كتير جدا شباب بيعملوها، النتائج بتبقى وخيمه جدا على ظهورهم يا جماعه. مش لازم في اللحظه، مش لازم في اللحظه والتو، ومش لازم برضو في الجيم. انا بشوف شباب اللي هو يعني الناس اللي بتشتغل، طبعا هنا الجيم مصدر جبار لتصدير مشاكل الظهر باقصى صورها، طبعا تهرج ده يعني ده ينزل على طول، ده انزلاق غضروفي ممكن في القطنيه. تعالوا النهارده نقرب من النوعيات دي، النوعيات المنتشره جدا، كل الناس دلوقتي بقى عندها مشاكل في العمود الفقري بسبب اللي انا بحكيه ده. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، اللي بنفتخر بوجوده معانا وبنسعد بحواره العلمي الراقي جدا، طبعا اسم غني عن التعريف، قيمه علميه كبيره، الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، والمؤسس ومدير مستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصه. ضيف العزيز، اهلا بيك. اهلا دكتور عيد، منورنا. ربنا يحفظك. سعيد جدا بهذه الزياره العظيمه. عايز ابدا الاول از جنرال، في دفتر يوميات نيورو سباين بيجي لكم قد ايه من الناس اللي بتتهور وبتعمل حركات بظهرها بتبقى تمن غاليه؟ مفيش عيان عنده مشكله في العمود الفقري ما تهورش على العمود الفقري بتاعه، دي قاعده. ليه؟ زي ما انتوا لخصتوا الاسباب في، على فكره المقدمه رائعه، اشكرك، لان انت لخصت كل حاجه. هو لايف ستايل غلط، مع هذا اللايف ستايل الغلط اخطاء عماله بتتكرر كل يوم، ثم الاخطاء اللي بتتكرر كل يوم دي تجتمع كلها مع بعضها وحاجه صغيره جدا تقوم عامله الايه القمه. تعالوا نشبهها كده زي واحد حاطط كيلو على الميزان وبيحط في الكفة التانية حبات صغيرة مثلا من القوطة أو حاجة، عمال بيحط حبة حبة حبة، الميزان هيرجح إمتى؟ عند قطاية صغيرة جدا هترجح الميزان. ما تنسوش يا جماعة الكلام ده، القشة التي تقسم ظهر، يعني هتبقى صعبة أن الناس ممكن تفهمها. معقولة حد دلوقتي مش فاهم يعني القشة التي قسمت ظهر البعير؟ هي كده البعير بالزبط. حمل ويجي في لحظة وواقف على رجله، فجأة حد يحط الشيء. هي دي توقع. فبالتالي انا عماله بعمل حاجات غلط، عماله باكل غلط، عماله اعتقد خطا ان مجهودي في البيت وشغلي في البيت ده رياضه. يا جماعه الرياضه دي لابد من ان يكون لها اعداد وطريقه معينه ونظام بتتعمل بيه. فانا ما اعتقدش ابدا عشان انا راجل طول اليوم شغال بجري ورايح جاي وبلف وبطلع سلم يبقى انا كده. صح، انا هبقى بحرق سعرات حراريه وهبقى فعلا من الناس اللي هم ببساطه او بمجهود قليل في الغذاء الصحي هقدر اوصل لوزن ولياقه بدنيه جيده، لكن دايما عيننا على لياقتنا البدنيه. ولو انا عايز اشيل اهيئ نفسي ان انا اشيل ببساطه شديده، يعني انا عايز اشيل وعايز اتحرك وعايز ابقى راجل رشيق وبعمل كل حاجه وشغلتي بتتطلب ان انا اشيل اوزان كبيره جدا، خلاص يبقى انا احترم شغلتي بان انا اعد نفسي جيدا لها، العب رياضه، اعمل رياضه بانتظام. دايما بنقول ببداهه شديده جدا في رياضتين بننصح بيهم الناس المبتدئه لحد ما يحط رجله على الطريق صح ويبقى عنده اعداد جيد، السباحه والمشي، دول اهم رياضتين في العمود الفقري. المريض اللي بيعاني من مشكله في العمود الفقري وينصح له بعد الفحص والتمحيص ان هو يعمل جراحه، كتير منهم في عائلات بالذات عندها تاريخ قديم مع جراحات عمود فقري من الثمانينات او حتى ما عندهمش، بس عندهم فكره معينه في دماغهم كده، احنا نروح نعمل عمليه في العمود الفقري، ده حته حساسه، ده مكان حساس، لغايه لما بدا يظهر جراحات معينه. وحضرتك كنت ليك يعني اولويه وحديث رائد في مجال جراحه الملاحيه او الجراحه الملاحيه للعمود الفقري والمخ. الكلمه دي بدات تدي انطباع للناس بانه يطمنوا. كان تخوفهم انا داخل اعمل جراحه بس ممكن الطش حاجه، كلمه بالمصري بقى. الجراحه الملاحيه قالت لهم لا، مفيش مكان لفكره لطش الاشياء دي.
ده صحيح طبعا. يعني يمكن الناس النهاردة فهمت مفهوم الجراحة الملاحية قريب قوي من أذهانهم ببساطة شديدة. لو أنت رايح حتة ما رحتهاش قبل كده، أو رايح توصيلة، أو رايح مكان وعاوز توصل بسرعة وعاوز ما تضيعش وقت وتقعد تسأل في الشارع، بتقول لصاحبك ابعت لي لوكيشن. ابعت لي لوكيشن دي يا جماعة هي الجراحة الملاحية بالظبط. احنا الورم اللي موجود في المخ أو الغضروف اللي داخل أنسجة العمود الفقري اللي هي حاجة جوه الجسم، عشان أعمل لها العملية بطريقة آمنة وسريعة وأدخل ما ألطش في حاجة أو ما أدخل ما تهش جوه بالبلدي كده، هو الجراحة الملاحية هي إن أنا أمشي على اللوكيشن. أمشي على اللوكيشن إزاي؟ أنا بصور العيان أشعات قبل العملية، بأدمج الأشعات دي عن طريق الكمبيوتر في الأجهزة بتاعتي الجراحة الملاحية، وأنا داخل بكل آلة زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، بنعمل عملية بالمنظار، بنعمل عملية بالميكروسكوب، بنستأصل غضروف، بنعمل توسيع للقناة العصبية، بندخل حتى بآلة شبيهة بالشنيور اللي هي بتشيل الجزء الزائد من الزوائد العظمية. أنا داخل كل ده عندي حسابات دقيقة جدا جدا عن كل ملي أنا بدخله وكل ملي أنا بعمله، وبالتالي مش هيبقى فيه بقى مجال ان ادخل اشيل الغضروف واسيب حته منه ويرجع تاني للمريض. مش هيبقى فيه مجال ان انا عندي ضيق في القناه العصبيه لم يتم توسيعه كما ينبغي، لا ده كل حاجه مدمجه عندي بالكمبيوتر، والكمبيوتر بيقول لي انا حققت هدفي ولا لا. التكنولوجي اضاف لنا كمان بعد رابع او بعد خامس، هو ان انا بحط اجهزه قياس الاعصاب في اثناء العمليه، وبالتالي المريض بتاعي وانا بعمل عمليه لو العصب حاجه قربت منه في الارم، في صوره حمراء، في ضوء احمر هيقول لي. لو ادمجت كل ده مع خبره جراح متمرس، ودي نقطه في غايه الحساسيه، ما حدش هيعرف يشتغل بالحاجات دي يا جماعه الا الجراح المتمرس. العين اللي بيجي يقول لي والنبي انا عارف اسمك كبير جدا في العالم ده، بس ارجوك انت اللي تعمل لي العمليه. لا ده انت بتهزر، ما ينفعش حد تاني يعمل عمليه الا انا بشتغلها، لان المنظومه صعبه جدا جدا علشان حد يجدها ويتقنها، ده تاريخ طويل جدا. ودي اهميتها انها بتوفر عليك انت كمريض عاملين مهمين جدا، الدقه الشديده، وان احنا نحافظ على الانسجه الطبيعيه اللي ربنا خلقها. الجراحه الملاحيه لها دور كبير وتاريخ طويل في جراحات المخ ثم في العمود الفقري، لكن ايه الجديد دلوقتي؟ هل الجراحه الملاحيه وصلت لانها تغطي كل اجزاء الجراحه نفسها التقليديه؟ الحقيقه يعني هو كل شويه الجديد بيبقى في العدسات اللي بتستخدم اثناء التصوير، ازاي ان انا اخد الصوره بدون ما يبقى حصل نسبه خطا. في عندنا مشكله بتحصل يمكن اكتر في المخ اسمها الانترا اوبرتيف شيفت، او ان انا لما بعمل العمليه واخفف حته من الورم او اشيل بعض اشفط بعض السوائل اللي داخل الورم، في حجم المخ هيتغير. لما حجم المخ هيتغير الابعاد اللي خدتها بالاول هتتغير، او ابعاد الاشعه هتتغير. عشان نتغلب على المشكله دي بقى في حاجه اسمها البرين اطلس، او اللي هو الاطلس المدمج، ان انا بصور عدد لا محدود من الناس واخد المتوسط وبعرف للعيان مقاساته بالظبط. كل دي تعقيدات مهمه جدا في مجال الكمبيوتر ومجال الالكتروماجنتيك ويف. بدل ما كنا بنستخدم الانفراريد بقينا بنستخدم الالكتروماجنتيك ويف، عشان واحنا في اثناء العمليه لو حد عدى في النص ما يحصلش انترابشن ونعيد تاني البروسيس. كل دي بتبقى حاجات تطورات رهيبه جدا، وعلى فكره بتكلفنا كتير جدا ان انت تستبدل جهاز واله صنعت مثلا من سنتين بجهاز وآلة حديث جدا. وده اللي بيفرق بقى مكان متميز وناس متميزة في هذا المجال بتشتغل الشغلة دي وعارفها كويس جدا، وناس ما بتعملهاش. ودايما انت لما بتعمل عملية مع حد بيشتغل بالفكر ده اوعى تروح في حتة تانية، ما تجيش بعد العملية تقول لا ده انا عايز اطمن، تروح لواحد ما بيشتغلش الكلام ده وتاخد رأيه فيه. هو ازاي؟ هو يعني ينفع؟ ما ينفعش خالص. السؤال بقى ازاي اعمل كومباينيشن، ادمج تقنية المناظير اللي لها قيمة دخول من منطقة معينة بالجراحة الملاحية. بس برضو عايزين الناس تبقى فاهمة، هل المناظير تستطيع ان تحل جميع مشاكل العمود الفقري، ولا لازم في بعض الحالات ألجأ الى شيء غير المنظار زي الميكروسكوب والعملية الجراحية؟ دايما بقول احنا كل الوسائل اللي بنستخدمها
في الجراحة، سواء كانت ميكروسكوب أو ليزر أو منظار أو جراحة ملاحية أو أجهزة لقياس أنشطة الأعصاب داخل غرفة العمليات، كل دي تولز. تولز يعني أدوات مساعدة. هو أنت ينفع في المطبخ تطبخي من غير بصل وتوم ولا من غير سمنة؟ هتعملي وجبات من غير بصل وتوم وهتعملي حاجات من غير سمنة، بس الحاجات دي أساسية في المطبخ، الملح أساسي. إحنا عندنا الحاجات دي بالظبط زي الملح والبهارات في مطبخك، هي مهمة جدا. مين بقى اللي هيقول أستخدم دي أو ما أستخدمش دي، أو أعمل للعيان حقن أو أعمل للعيان تردد حراري وبس، أو العيان ده هديله أدوية أو روجيت أو علاج؟ هي دي بقى الخبرة. هو أنت بتروح لأستاذ متمرس ليه؟ ده الأستاذ المتمرس ده أنت بتفضل أستاذ عن أستاذه، بيبقوا اتنين في زمالة، وساعات بتفضل التلميذ عن أستاذه. ليه؟ لأن هو الخبرة والأمانة العلمية وتراكم الخبرة ده مهم جدا جدا. هتتكلم عن جراح عمل 5000 عملية زي جراح عمل 10 عمليات؟ لا طبعا. انت بتنتقي بقى هنا الشخص اللي يقدر يحطك على الطريق الصحيح، وبالتالي هيستخدم الجراحة التقليدية لو انت حالتك مستدعية الجراحة التقليدية، هيستخدم الجراحة بالمايكروسكوب، هيستخدم الميكروسكوب مع المنظار، ممكن استخدم المنظار في خطوة والميكروسكوب في خطوة تانية، ممكن في عملية ما اقدرش اعملها غير بالمنظار وعملية تانية ما اقدرش اعملها غير بالميكروسكوب وعملية بدمج الاثنين. وفي كل الاحوال انا عندي الجراحة الملاحية زي ما بقول كده. واحد صاحبك بعت لك لوكيشن، هتروح اللوكيشن ده وانت راكب الحمار؟ هتقدر تروح. هتروح اللوكيشن ده وانت سايق لامبورجيني؟ هتروح. هتروح وانت راكب تاكسي؟ هتروح. هي دي كلها الفكرة، كلها ان انت بتطوع الوسائل علشان تعمل حاجة كويسة يستفيد منها المريض. ولا امل من ان اشبه الجراح الشاطر جدا بمصمم الازياء الشاطر جدا. واذا كنت انت بقى مصمم ازياء شاطر وعالمي، فانت بقى هتعمل ايه؟ هتفصل بقى حاجة. يعني ايه؟ العملية دايما بتبقى تفصيلة على قد المريض. يجي مريض يقول لي انت عملت لابن عمتي عملية تحفة بقاله 20 سنة بيشيله، انا عايز بقى زيها بالظبط. لا، احنا مش بسوبر ماركت، انا هعمل لك عملية كويسة. وده جميل جدا انك تيجي دايما تختار الجراح اللي انت عندك خبرة في عيلتك عملت او قريب او صاحب. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان فعلا فعلا كثيرا جدا من النماذج السيئة في جراحات العمود الفقري، وفي ناس كتير جدا مسكينة بتتخدع وبتعمل عمليات وبتيجي تبقى المشكلة ما نعرفش نصلحها بعد ما تعمل الخطأ. فمهم جدا انك تنتقي الشخص اللي هيعمل لك ده او هيعمل لك ده او هيعمل لك ده. عندنا قضية مش بس في المخ والأعصاب، مش في عمود الفقري بس، ده في كل فروع الطب دلوقتي، العيون والأسنان وطبعا العمود الفقري، هي انه بعض الناس او بعض الاماكن او بعض الكلام، وده صح، بنتكلم على التولز. احنا عندنا المنظار الفلاني، عندنا الاشعه المقطعيه التي تشخص، عندنا الميكروسكوب الاحدث في العالم، ده شيء رائع جدا، لكن في دماغ الناس بدات تعلق وتلزق وتلتصق فكره انه الافضليه للماشين، للاجهاز، للجهاز، وانه المكان الذي يحتوي على الجهاز هو المكان الاكثر تقديرا او تقديما لخدمه افضل، فالجهاز هو الاساس مش الجراح. الحكايه دي في العيون موجوده، في الاسنان موجوده، وطبعا في المخ والاعصاب. الحقيقه طبعا دي مشكله فكر وثقافه، ودايما العيان اللي بيفكر كده بقول له الجراح او الاستاذ المتمرس ذو الخبره هو اللي هيقدر يستخدم التكنولوجي دي، وهو اللي هيقدر يطوع الإمكانيات دي. وأنا عايز أقول برضو، أنا عندي مثلاً في المستشفى في المكان بتاعي الآلات اللي بستخدمها، ساعات ألاقي واحد جاي لا يجيد استخدام الآلات، أقول له لا، ما من فضلكم ده ما يخشش يعمل عمليات عندي في أي تخصص، ده لا يجيد استخدام الآلات وما عندوش وعي بالآلات، وده الآلات بالنسبة له هو مجرد بيتعامل معاها بطريقة فظة وطريقة فجة زي ما بنقول. الآلة أو الحاجة الحديثة جدا دي عايزة خبرة في التعامل معاها، وخبرة شديدة جدا جدا، لأنه ممكن يأذي المريض بالاعتماد على الآلة. فطبعا الآلة ليست بديلا عن
الإنسان ولن تكون. ودي منظومة ربنا سبحانه وتعالى اللي حطها، لأنه هو الذي خلق العقل البشري وهو الذي أودع فيه كل الإمكانيات أنه يقدر يوصل لتكنولوجي ويقدر يوصل لتطور يساعده، ولكن ليس بديل عن الإنسان. عايزين نحدد للناس عشان الناس تبقى فاهمة إيه حدود المنظار، لأنه المنظار تحديدا مثلا يظلم، هو آلة رائعة وعظيمة جدا، لكن يظلم في إن أنا أخلي في عقول الناس إن كل الجراحات يمكن أن تعمل بالمنظار، وهذه ليست حقيقة علمية. حقيقة ده حقيقة. بيتظلم كمان في حاجة، إن هو أنت كجراح لا تتعصب لشيء. التعصب في نجاحك في كل حياتك، التعصب مرفوض تماما، مش عايز مع تعصب. أنا أجيد استخدام المنظار، والمنظار ده حاجة هائلة جدا، لكن مش في كل عمليات هعمل منظار. في عيان هقول له ينفع أعمل لك عملية بالمنظار، وفي عيان هقول له ما ينفعش أعمل لك العملية بالمنظار. أو أنا هدخل أشيل الغضروف بالمنظار علشان المنظار ده بيديني رؤية ثلاثية ورباعية الأبعاد وبيوريني الزوايا، فهشيل المنظار الغضروف بشكل جيد جدا، ثم أدمج معه وسيلة أخرى زي الميكروسكوب الجراحي علشان أقدر أكمل الصورة وأعمل لك العملية بشكل كويس جدا. والفكرة دي دايما بتيجي من الناس اللي هي استك أو لازق في حاجة معينة هو ما بيعملش غيرها، زي اللي ما بيعملش في حياته غير حقن وتردد حراري. أنت رايح تقول له عمل لي عملية ويقول لك لا ده أنا بعمل لك شفط ومش عارف إيه بالتردد، وهو في الآخر خلاص مش جراح. لما تدور وتفحص كده وتدور في الشهادات العلمية بتاعته تلاقيه مش جراح. طب إزاي؟ دي جريمة. دي جريمة، ومع ذلك بتشوفها كل يوم. دي جريمة، دي بنشوفها كل يوم، وبنشوفها في إعلانات واضحة وصريحة ومحطوطة في السوشيال ميديا. أنا بكره جدا جملة مش عارف علاج إيه بدون جراحة. يعني ليه؟ يعني أنا ليه؟ ما هو ممكن تكون الحالة مش محتاجة جراحة، لكن أنت ليه حاطط كلمة بدون جراحة كأنها شيء أتراكتيف لمريض؟ وده غلط. ده اللي بيسموه الوهم والسراب. إن أنا حاطط دائما النصاب بيشجعه طماع. طماع إزاي؟ يا جماعة الحياة التي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها كل حاجة فيها بالأسباب وبالجد وبالاجتهاد والعمل الدؤوب. واوعى تتصوروا ان واحد نجح وعمل وابدع واشتغل من فراغ، ده تعب كتير جدا، وتعب ليالي، وتعب في حالات، وسافر واشتغل وجاب وعمل وتقدم. وهذا الشخص سيكون اكتر واحد غيور على نجاح شغله ونجاح منظومه العلاج مع المرضى. هو انا بزعل ليه؟ انا شخصيا بزعل لان انا غيور بشده على مهنه الطب وشرف هذه المهنة اللي الناس بتضيعه. وبالتالي ما تفتكرش أبدا إن واحد لما يوهمك يقول لك ده أنا هعمل لك العملية بدون جراحة يبقى أنت كده خدمك، ده ضيعك. هو في حاجة اسمها عملية بدون جراحة؟ ممكن أعمل حاجات، هو نعمل تقنية بدون جراحة للي مناسبها، وده شيء على دماغنا بالزبط. وده بيتعمل في كل حتة، يعني ساعات أحتاج أعمل الحقن، ساعات أعمل التردد الحراري، ده شيء عظيم. ساعات دائما خد بالك من حاجة مهمة جدا. النهاردة قبل ما تقوم تعمل معركة وتخش في معركة وتولع الدنيا، لابد أن تكون أنت قادر على صنع القرار صح، وتقول هحارب إمتى وهصافح إمتى وهعمل معاهدة إمتى وهعمل هدنة إمتى. هو ده القائد الحكيم. الجراح اسمه أو الطبيب اسمه الحكيم. الحكيم ليه؟ لأن لديه الحكمة. لو فقد الحكمة دي ضاع كل شيء. وبالتالي النهاردة أنت عندك غضروف، خايف من العملية ومرعوب، وشفت أمثلة ونماذج سيئة للعملية، من فضلك ده لن يدفعك لشيء إلا لحاجة واحدة. انتقي الشخص اللي أنت رايح له تاخد رأيه وتعمل عنده العملية. وليس بالضرورة، أنا 80% من الحالات اللي بتخش تكشف عندي بتمشي بالعلاج والأدوية، 20% بس بعمل لها العملية. وعشان كده أنا بقول دايما إن اختياراتك الصائبة هي سر نجاحك. وانت كمان كمريض اختياراتك الصائبة ما تخافش انك تروح لجراح تقول ده هيقول لي عملية على طول. احنا ما بناخدش الناس نكتفهم ونوم مدخلينهم، بالعكس احنا عايزين نحط المريض دائما بحكمة وبأمانة في المكان الصحيح. وطبعا التعبير، يعني ممكن قوي المتخصص اللي بيعالج حالة مثلا يكون بيعالج بأسلوب معين مناسب للحالة دي، صحيح. والعلاج علاج، إما علاج تحفظي أو علاج بتردد الحراري أو علاج بأسلوب معين من الأساليب اللطيفة الجميلة للحالة دي، مناسب جدا ليها. اللي أنا عندي اعتراض عليه إن احنا نحط
في تايتل في شكل الجذاب بالنسبة للعين، ولي أنا بتعامل بدون جراحة وكأن الجراحة عار وكأن الجراحة شيء مضر للعيان وكأني بجنب العيان جراحة. ده في الطب ما فيش حاجة اسمها كده. الطب ده تصرف مجرم، ده تصرف خاطئ شديد جدا. ليه؟ لأنه أنهي عيان اللي أنت بتقوله بدون جراحة؟ لما يفرض هو محتاج جراحة، افرض هو indicated هو لازم يتعمل له جراحة، يبقى أنت بتقوله بدون جراحة وهو لازم له جراحة، يبقى أنت بتضلله. أنت ولازم المريض لما بيختار يثق في الطبيب اللي اختار معه أنه يبدأ مشوار العلاج بتاعه ويكمل معاه. كثير من المرضى بتتلخبط قوي أنه هو إيه النهاردة جاي للأستاذ القيمة الكبيرة جداً ويسمع منه ويتعمل، وبعدين يروح يلخبط نفسه ويروح لحد تاني وتالت ورابع. يا جماعة كثرة الآراء بتلخبط دائماً. أنت أحسن الاختيار في المرة الأولانية، ولما تحسن الاختيار في المرة الأولانية أنت هتعيش طول عمرك كويس جداً وهتعمل حاجة كويسة تعيش بها مدى الحياة في حالة صحية ليه. نورت وشرفت وأبدعت، ربنا يحفظك. كعادته مبدع دائماً في حواري القمة العلمية الكبيرة اللي بنسعد جداً بحواره العلمي والثقافة الرائعة اللي قدمها لجمهور العربي عبر سنوات طويلة في عالم معقد وعالم صعب وعالم كانت في وقت من الأوقات بنواجه صعوبات كثيرة. أولاً في نقل الثقافة وفهم الناس للطبيعة المرضية والطبيعة الجراحية والتقدم التكنولوجي الموجود في مصر تحديداً، وأيضاً طبيعة المريض العربي والمصري تحديداً في أنه يؤجل التدخلات المناسبة ويؤجل الأمور ويعتمد على مسكنات الألم اللي دفع ثمنها عدد كبير من المرضى، دفع ثمنها فشل كلوي ومشاكل في المعدة وإدمان لمواد المخدرة بشكل منتشر جدا. كل ده واجهناه في ثقافة مهمة لازم توصل للناس. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور يسري حميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري وأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، المؤسس والمدير المستشفى نيوروسبايل للجراحات المتخصصة. نورت الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. لماذا اليوم وأنت تشكر في كثير من العوامل التي تساعد في تأخر الإنجاب غير معلوم السبب لم يتم ذكر المناظير؟ هو المنظار بصفة عامة له استخدامات كثيرة في الطب. منظار البطن في الطب في علاج تأخر الحمل أصبح استخدامه إلى حد ما محدود. يعني قبل الحقن المجهري كان هو تقريبا الجولدن ستاندرد أو الحاجة اللي أي سيدة عندها تأخر حمل بيقولوا لها هنعمل لك منظار بطن. اهلا بكم. كلمه تاخر الانجاب كلمه قاسيه، مش بس كلمه قاسيه في تاثيرها النفسي على الانسان، لا، او على الزوجين، دي كلمه قاسيه في تفسيراتها العلميه واحتمالاتها. يعني لما اقول لكم ان تاخر الانجاب كما اعلم انا، يعني اللي هو انا مش متخصص ومعلوماتي على الموضوع ده معلومات سطحيه، انه في تاخر انجاب اولي وفي تاخر انجاب ثانوي. يعني واحد من الاول الست والراجل ما خلفوش ابدا او خلفوا مره وبعدين ما قدروش يخلفوا بعد كده. في تأخر إنجاب كمان يتقال له غير معلوم السبب. إيه ده كمان؟ تأخر إنجاب غير مفسر السبب. يعني برضو ده حاجة محتاجة إن احنا نفكر فيها.
التأخر النجاب علم مخيف جدا لأن تفاصيله كتيرة وخصوصا انه يخص راجل وست، فالهنا اكيد التعامل مع هذه المشكلة جماعية. وبعدين التعامل مع تأخر النجاب بالعلاج اساسا ده عمل جماعي اللي هو سواء حقن مجاري او اخصاب مساعد بكل انواعه. تأخر النجاب علم مستقل لدرجة انه اصبح سب سبيشاليتي، اصبح هو تخصص تحت تخصص النساء والتأخر او التوليد، بقى فيه تخصص جواه متخصصين وبيشتغلوش اللي هو ده تأخر إنجاب وبس. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد، استشاري الحقل المجاري وأطفال الأنابيب بمراكز دار الطب المجاري وبمستشفى الابتسامة. ضيف العزيز أهلا بيك يا دكتور. إزيك يا دكتور؟ منورني. نورك. الأول أنا بس كلمة تأخر إنجاب دي بقت خلاص ده بقى يعني حتى أنتوا دلوقتي بقيتوا تحطوا في التايتل أستاذ أو استشاري علاج تأخر الإنجاب. ما ممكن ما يحطش خالص كلمة نساء يعني ده دلالة على انه سب سبيشاليتي مخيف. يعني احنا بدأنا في دار الطب، انا هتكلم بدأنا من فترة طويلة ان احنا انفصلنا بالتخصص ده بعيد شوية عن النساء والتوليد، وان كان ده جزء موجود في جزء من المكان، ولكن هو العلم كله والطب بصفة خاصة بيتجه للتخصص. يعني كل ما هتكون متخصص اكتر في جزء كل ما هتكون متميز فيه اكتر، او كل ما هتكون درايتك بيه اكتر او ملم بيه اكتر او على علم بخبايا اكتر. تاخر الحمل غير معلوم السبب بالذات بيكون من الحاجات اللي غير مقبوله بالنسبه للزوجين. يعني ايه انا كويسه وهو كويس؟ طب ما بنخلفش ليه طالما انا سليمه وهو سليم؟ وده هياخدنا، خلينا اجيب لك القصه من البدايه. هو المفروض الحمل الطبيعي يحصل ازاي؟ من المفترض ان اثناء العلاقه الزوجيه بيمشي الحيوان المنوي في المهبل وعنق الرحم ومن ثم الرحم والانابيب ويقابل البويضه اللي بتخرج من سطح المبيض في الانبوب، ويحدث التلقيح في الانبوب والاخصاب يتم في الانبوب، ويتحرك الجنين داخل الانبوب الى تجويف الرحم ويلتصق في الرحم. ده الطريق الطبيعي للحمل. في تاخر الحمل ده ما بيحصلش، قد يكون له اسباب واضحه زي انسداد في الانابيب او ضعف شديد في الحيوان المنوي او وجود ورم ليفي او لحميه داخل تجويف الرحم بتمنع الجنين من الالتصاق على سطح بطنه الرحم. ولكن احيانا يكون ده مش موجود، الاسباب الواضحه الرئيسيه مش موجوده، بس ما بيحصلش الحمل الطبيعي. خلينا اشرحها لك بطريقه مختلفه شويه. يعني ايه تاخر حمل غير معلوم السبب؟ تاخر حمل غير معلوم السبب يعني كل التسلسل اللي انا قلته اللي المفروض ان هو بيحصل احنا مش عارفين هو فعلا بيحصل ولا لا. يعني هل البويضه او الحويصله اللي بتخرج على سطح المبيض هل فعلا داخلها بويضه ناضجه ولا لا؟ احنا ما نعرفش. هل البويضه دي لما بتخرج بتلتقطها الاهداب بتاعه الانبوب قناه فالوب وتاخدها داخل قناه فالوب ولا لا؟ من المفترض ان ده بيحصل لو اشعه الصبغه او منظار البطن قال ان الانابيب دي سليمه، بس احنا ما نعرفش فعليا ده بيحصل ولا لا. ما يحدث داخل الجسم لا نراه. هل الحيوان المنوي بيصل لتجويف الانبوب وبيخترق جدار البويضه بالفعل وبيخصب البويضه وبيتكون جنين، بس بعد كده الجنين ده ما بيلتصقش على بطنه الرحم، ولا الجنين ما بيتكونش اصلا والحيوان المنوي ما بيخترقش جدار البويضه من الاساس؟ ده مش هنقدر نشوفه داخل الانبوب، قطر الانبوب ارفع بكثير من ان نرى ما يحدث بداخله. حتى الانبوب نفسه هل هو سليم ولا لا؟ اشعه الصبغه ومنظار البطن هيقول الانبوب ده مفتوح ولا مش مفتوح، ولكن الاهداب اللي داخل الانبوب المسؤوله عن نقل البويضه ونقل الجنين هل هي فعلا تعمل بكفاءه ولا حدث فيها خلل يمنع عملها بصوره صحيحه؟ ده مش هنقدر نشوفه. احيانا مع اللجوء للحقن المجهري بنبدا نعرف السبب اللي كان مخلي الزوجين دول تحت مظله تاخر الحمل غير معلوم السبب. يعني ايه؟ يعني لما بتبدا السيده دي تاخد منشطات ونسحب البويضات دي خارج الجسم في المعمل ونفحصها ونشوف جودة البويضات اللي بتخرج من السيدة، ده أحيانا ده يكشف عن سبب. أحيانا مع وضع البويضة مع الحيوان المنوي داخل المعمل فيما يسمى بأطفال الأنابيب ومراقبة قدرة الحيوان المنوي على اختراق جدار البويضة من عدمه، أحيانا ده يكشف عن سبب. يكتشف ساعتها إن في جدار البويضة شيء يمنع الاختراق. هل في جدار البويضة هو اللي سميك ولا الحيوان المنوي قدرته على اختراق جدار البويضة هي اللي فيها مشكله؟ مش هنقدر نميز، بس في النهايه الحيوان المنوي ما اخترقش البويضه. يعني لما بنسحب البويضات بناخد منها جزء نعمل بيه حاجه اسمها طفل انابيب. الفرق بين طفل الانابيب والحقن المجهري، الحقن المجهري بنختار حيوان منوي وبيتم حقنه بابره معينه تحت ميكروسكوب معين داخل البويضه. طفل الانابيب بيترك حيوانات منويه بجوار بويضات في بيئه معينه بعد اختيار حيوانات منويه معينه، وترك الحيوان المنوي لوحده هو اللي يخصب البويضه او هو اللي يلقح البويضه. احيانا لو ده ما تمش فده ينبئ عن سبب علشانه ما بيحصلش الحمل الطبيعي. احيانا تسير كل الامور بصوره طبيعيه تماما وما نصلش لسبب، ما نشخصش سبب.
بس الإجراء هنا بقى هدفه رفع نسبة الحمل مش البحث عن سبب. وده هياخدنا طب لما أنا ليه سليمة وجوزي سليم وما بيحصلش حمل، هو إيه الجديد اللي هيقدمه لي الحقن يعني، أو إيه اللي هيرفع نسبة الحمل مع الحقن؟ هو علاج تأخر الحمل غير معلوم السبب، يا الوقت يا الحقن، يعني الانتظار في محاولة الوصول لحمل طبيعي بس وإحنا في البيت بدون ما باخد منشطات، بدون ما بعمل متابعة تبويض، بدون ما بعمل أي إجراء. يعني ممكن الزوجين ياخدوا بعض المكملات أو الفيتامينات أو مضادات الأكسدة ويترك الزوجين في البيت، يحدث الحمل الطبيعي في أي يوم يعلمه الله، أو إن إحنا نلجأ للحقن اللي هو يا إما هيشخص السبب أو هيرفع نسبة الحمل. طب هيشخص السبب إحنا اتكلمنا عنها، إزاي ممكن ده يرفع نسبة الحمل؟ قبل اللجوء للحقن المجهري أو في مرحلة التحضير بيخضع الزوجين لفترة قد تكون مطولة نسبياً للمكملات الغذائية اللي هدفها رفع كفاءة الحيوان المنوي ورفع كفاءة البويضة، حتى لا نفاجأ أو حتى تحسباً إن إحنا نفاجأ بمشكلة في جودة البويضة أو جودة الحيوان المنوي. في الحقن المجهري في حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب بيتم الاعتماد أكتر شوية على إجراءات من شأنها رفع نسب التصاق الأجنة في الرحم، أدوية سيولة معينة، أدوية مناعية معينة، إجراءات لبطانة الرحم من شأنها رفع نسب التصاق الأجنة في الرحم لزيادة فرصة. خد بالك إحنا في الشهر اللي هنزرع فيه أجنة هو ده الشهر الوحيد اللي إحنا متأكدين إن فيه أجنة في الرحم، يعني الزوجين دول لو ما حصلش حمل قبل كده زي ما قلت لك في الأول إحنا مش عارفين بيتكون جنين أو مش بيتكون داخل الجسم، بس في الشهر اللي إحنا زرعنا فيه أجنة فهو ده أول شهر للزوجين إحنا متأكدين إن فيه أجنة داخل الرحم اللي إحنا زرعناه، سواء كان جنين أو اتنين أو تلاتة أو أربعة. في الشهر ده مع زرع الجنين هتتم إجراءات رفع زيادة التصاق الأجنة بالرحم لزيادة نسبة الحمل من الإجراء ده. وخلينا أقول لك إن حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب بالنسبة لنا، بالنسبة لي أنا شخصيا، بتبقى من الحالات التشالنجينج أو يعني هي ممتعة ليا. يعني غير الحالة اللي احنا عارفين السبب، انسداد في الأنابيب، ضعف شديد في الحيوان المنوي، فغالبا هتكون اجراءاتها روتينيه الى حد ما، احنا عارفين الخلل اللي موقف الحمل فين. ولكن في حالات تاخر الحمل غير معلوم السبب انت طول فتره العلاج عينك على ايه الحاجه اللي ممكن تضيف لنسبه الحمل، او ايه الحاجه اللي ممكن تتغلب على السبب اللي احنا مش عارفينه بصوره 100% او مش متاكدين ان هو ده سبب، ولكن ايه الحاجات اللي هتخلينا نتجنب اسباب مفاجاه تظهر لنا في طريق العلاج اللي هتوصلنا في الاخر ان احنا نرفع نسبه الحمل من الاجراء ده او نوصل للحمل، لان هو ايا كان السبب ان انا اعرف تشخيص او ان انا ارفع نسبه الحمل، ولكن في النهايه الزوجين هم عايزين طفل يروحوا بيه، مش عايزه تبقى عرفت سبب وخلاص. ضيفي العزيز المبدع دائما الاستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب مراكز دار الطب للتاخر الانجاب والحقن المجهري وبمستشفى الابتسامه ووحده فروع دار الطب، نورت وشرفت وسعدت دايما بالحوار معاك. شكرا، خليكم دايما مع ناس حلوه.